يا مكان، في حاضر الأيام أم سعيد تدور على لولو ومرجان، طافت بحور وبلدان ما لقت لا لولو ولا مرجان. فكرت واحتارت من وين تلاقي اللولو الأصلي والمرجان الحي، وفجأة فكرت تستعين بفانوسها السحري. من صحاني من نومي؟ من؟ أنا يا المارد، أنا. من؟ أم سعيد؟ يا هلا ومرحبا، أمرين يا أم سعيد. طالبتك تجيب لي لولو ومرجان، بس ترى أنت الحل الأخير بالنسبة لي. اللولو أبا يكون أصلي والمرجان حي وقوي. بس أنت تعرفي ماشي لولو أصلي ولا مرجان حي سهل ناخذه. أجيب لك زمرد، ماس، ياقوت، فيروز، عقيق. أبداً، لولو ومرجان. طيب بحاول، بس يمكن أتأخر شوي. عندك لين يوم الأربعاء 8 المساء على إذاعة الشباب، تجيب لي إياهم هناك. لولو مرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من لولو مرجان. غطس المارد إلى أعماق بحر عمان وانتقى لنا واحدة من أجمل لآلئه، كيف لا وهي التي اكتست أناملها بلمعان اللؤلؤ، متفردة في نظرتها إلى مشاهد الحياة، زواياها تكون أحياناً أحد من السيف وأحياناً أخرى أرق من خيوط العنكبوت. عندما تنظر تهيم حباً وتهيم حباً ويأخذها الخيال إلى رسم لوحات من صور التقطتها، لا تعلم كنهها، أهي صورة أم لوحة أم إبداع متأصل في لؤلؤتنا؟ هي داليا البسامية. مساء الخير داليا، أهلا وسهلا. يا مساء النور والسرور، وشكرا لقبولك الدعوة. يسعدني أكون معك الأستاذة العزيزة أستاذة ندى. أهلا وسهلا. واختار لنا المارد أنقى مرجان في مجاله، ملهمته ولاية صور منذ صغر، عفوا ولاية فنجة منذ صغره، عاشق عالم الألوان وأبدع برسم لوحاته التي فازت إحداها لتهديه بهذا الفوز كاميرا بسيطة في حينها، تلك التي غيرت مسار هواياته، فعاشق التصوير منذ ذلك الحين. إذن ملهمته كانت ولاية بتبت. هو عاشق لعمان، لماضيها وحاضرها، لأرضها، جبلها، سهلها، بحرها، برها، جبالها، شمسها وقمرها، عاشق للإنسان العماني، للتراث، للفن، لجميع التفاصيل الصغيرة التي التقطتها عدسته فأخذت ألقاً وجمالاً منقطع النظير. هو رحال يصطاد اللحظة وينتهز اللقطة بأكثر من ربع مليون صورة، علمته الكثير وصنعت فيه إنساناً عاشقاً للجمال، هو المصور الأستاذ خميس المحاربي. أهلا وسهلا فيك أستاذ، نورتنا في الاستوديو وشكرا لتلبيتك الدعوة. شكرا لك يا المذيعة المتألقة ندى البلوشي على هذا الحضور الجميل،
وكان لنا لقاءات سابقة، واليوم بالفعل. اللقاء سيكون أجمل إن شاء الله بإذن الله بوجودكم أنت وداليا، أكيد إن شاء الله وبرفقة المستمعين اللقاء بيكون أروع. إحنا برنامجنا عبارة عن محطات في حياتكم، مقسمة الحلقة إلى ثلاث محطات، المحطة الأولى، الثانية والمحطة الأخيرة. بعد الانتهاء من كل محطة عندنا شوية ألعاب نلعبها سوا. أي ما نايم يومين ما نايم سبب الألعاب أستاذ خميس، يقول لي أنا مالي لا في الفن لا في الأغاني لا في المسرحيات، أنا ما عندي وقت، فقط أنا يعني ذهني ومنصب وقتي فقط على التصوير. عموما ما علي، بنساعدك شوية، والجمهور أيضا بإمكانه أنه يساعدك. مستمعينا بإمكانكم تتواصلوا معنا على تويتر على @شباب راديو أمان، والرسائل النصية القصيرة على 90456. في فريق من يا ترى بتكونوا؟ في فريق داليا ولا في فريق أستاذ خميس؟ خلينا نشوف جوائز نجوم سهرتنا من وين مقدمة وراجعين. هدايا لولو مرجان مقدمة من مؤسسة شعلة للعطور ومستحضرات التجميل، مجوهرات عاطفة، شركة بيت الدنيا، عالمي أحلى وبوتيك لا إليغان، هندام الشيوخ، الليلك لمستحضرات التجميل، الجود للعود، باتشي سلة الورود الحمراء، مسك عود للعطور وفنر للعطور. العدسات اللي عندك حتى تحدى عيونك، ويا مصور صور للحلوة وطلع كل فنونك، اتحدى العدسات اللي عندك حتى تحدى عيونك، ويا مصور تعجز عدساتك صور للحلوة وطلع كل فنونك، اتحدى العدسات
عدساتك وفنونك كلها ولمساتك يا مصور تعجز عدساتك وفنونك كلها ولمساتك ولو تعرف كيف تصورها والله يجن جنونك. أهلا وسهلا فيكم معنا في لولو مرجان مستمعينا. شكرا للشركات والمؤسسات اللي قدمت هدايا لنجوم سهرتنا، مؤسسة الشعلة للعطور ومستحضرات التجميل، شكرا جزيلا أختي مريم بالحاف من صلالة جايتنا الهدية، شكرا جزيلا مجوهرات عاطفة، شكرا على سوارة اللولو الجميلة والقلم أيضا الأنيق لمرجان بيت الدنيا، شكرا جزيلا أخي محمد الصبحي عالمي أحلى، أختنا ثريا الغيثية شكرا على الهدية الحلوة إن شاء الله بتعجب ضيفتنا أيضا هندام للشيوخ، شكرا جزيلا أيضا على الهدية اللي قدمتها لي أستاذ خميس. ليلك لمستحضرات التجميل مجموعة منتقى من شركة فرماسي للنساء وللرجال، الجود للعود، شكرا جزيلا أخي زاهر على العود الجميل وأيضا خشب العود باتشي، شكرا دايما يعني الحلا لازم يكون موجود دايما، شكرا خلدون سلة الورود الحمراء، شكرا جزيلا أخي عارف فدا على هذا البوكي الجميل يشرح النفس الورد، سبحان الله يعني لما تنظرني أنا بخليه يكون الورد باتجاهك أستاذ خميس عشان تشوفها وكذا يعني تحس انه بصفاء راحة بال بطاقة يعطيك طاقة غير عادية وحماس. احنا بنبتدي معاكم المحطة الاولى من مسيرتكم الفنية ان شاء الله، طبعا ضيوفي اليوم مصورين فوتوغرافيين محترفين، يمكن استاذ خميس المحاربي غني عن التعريف، صور كل شبر من عمان وما زال يوثق العديد من الصور، يعني جاب السلطنة بأكملها وهو مع رفيقة دائمة وهي الكاميرا ويلتقط أجمل الصور. داليا أيضا يمكن جيل الشباب ويمكن نظرتها قد تختلف بعض الشيء عن نظرة خميس فيما يتعلق بالتصوير، يعني هي تميل لقراءة ربما الناس وأفكارهم فبالتالي تقوم بمزج اللوحة، طبعا هم بيتكلموا أكثر عن أعمالهم لكن خلينا في المحطة الأولى. استأذنك أستاذ خميس أني أنا يعني ليديز فيرست مثل ما يقولوا، المحطة الأولى معها، المحطة الثانية معك، المحطة الثالثة معها. داليا المحطة الأولى ماذا ممكن أن تسميها؟ محطتك الأولى إيش ممكن تسميها؟ كانت المرحلة التعليمية الأولى خلينا أقول عنها تعليمية. نعم تعليمية، ويمكن يشرفني أن أنا اليوم متواجدة في هذا اللقاء الجميل مع الأستاذ المتألق أستاذ خميس معلم الأول، تعلمت من خلاله أنا التصوير علم الكل إلا أنا ما راضي أعلم بعد الحلقة فكان له الفضل مع أساتذة جد يعني كثر تعلمنا منهم شغف التصوير التعلق في التصوير. المرحلة المحطة الأولى خلينا نقول في حياتي التصويرية مرحلة تعليمية بحتة، أتعرف على الكاميرا، في النهاية الكاميرا مهما كانت عبارة عن آلة تصوير لكن متى بدأت؟ خلينا نمشي بالتدريج، متى بدأت هذه المرحلة؟ متى بدأ شغفك بالتصوير؟ هو الشغف متواجد لكن يتطور من وقت للآخر. أنا مرحلة ارتباطي بالكاميرا كانت يمكن من خلال الصورة التي كان يعكسها والدي. والدي كان كثير يعمل في مجال التشغيل السينمائي احنا وصغار يعني من كان عمري 3-4 سنوات، فمسألة الصورة والفيلم المتحرك وانعكاسه على الجدار ولا على الشاشة كان دائما يخلينا أتساءل كيف أنا ممكن أصنع هذه الصورة. بعد كذا اجت هذيك الكاميرا اللي البولورايد اللي مباشره تلتقط الصوره وتخرج مباشره تلتقط الصوره وتطلع لك صوره مباشره كانه سحر بالفعل، فهي الاله دائما تسحرك كذا. الا ان انضمنت لجامعه سلطان قابوس وانضميت لجامعه التصوير في هذيك الفتره في 95 انضميت لجامعه التصوير بعد سنتين تقريبا من مرحله وجودي في الجامعه وتعلمت بشكل احترافي.
كان عندهم كاميرات احترافية. نعم كان في كاميرات احترافية أفلام، وتعلمنا على مبادئ صحيحة. يعني أخذنا ورش تدريبية بدأنا فيها مع الرحلات التطبيقية مع الإرشادات. جميل. بوجود أساتذة بوجود مرشدين لنا. بدأ الشغف يصبح أكثر ارتباطاً بالمعرفة. جميل. من خلال القراءة، من خلال أنك تشوفي خروج عملك كطالبة في الجامعة وفي أي مرحلة عمرية، أنك تجمعي هذا الكم المعرفي من المعلومات من خلال الورش وتخرجيها عن طريق صورة تعلق في معرض مشارك فيه مجموعة من الطلاب. يعني هذا أقصى طموح ممكن تصلي له في مرحلة صحيح. جامعية صحيح. فكانت المعارض في التصوير من خلال وجودي في الجامعة أتوقع هي المرحلة اللي سوت لي نوع من الفارق، هل أواصل في مجال التصوير من بعد ما أتخرج ولا ما أواصل. لذلك يعني ممكن مهنة التصوير تكون يكون الشخص متفرغ لها. نعم. ولا هي يعني نقدر نقول هواية جانبية في وقت الفراغ ممكن الواحد يمارسها. في كثير مصورين توجهوا أنه يخلوا التصوير مهنة. مهنة. بالنسبة لي ما قدرت أشتغل في التصوير كمهنة، لأن إذا اشتغلت فيه كمهنة جانب بالنسبة لي، أنا أتحدث عن نفسي، تصبح التزام وقتي ولازم أسلم أعمالي بوقت محدد ولازم أسلم وأشتغل وإلى آخر. وإحنا كلنا ما فينا بارض. هي ما مسألة ما فينا بارض، هي مرتبطة بموضوع. أنا بالنسبة لي التصوير يعبر عن شغفي ويعبر عن مجال أختلي فيه مع كافة الهموم اللي ممكن تحدث لك في الحياة، ارتباطاتك الاجتماعية، ارتباطاتك العملية. ف تصوير هذا منفذ. هذا منفذ. نعم. فما جميل. أريد أرتبط فيه برؤى وأفكار الآخرين، هي مخرج لي تمثل لي نفسي ومخارجي وحالة مزاجية ربما أنت تكونين عايشتها. بنتكلم عن المزاج في التصوير. أستاذ خميس منورنا في الاستوديو، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. كيف الشاي مضبوط؟ الشاي مضبوط وشكرا جزيلا، جزاك الله. وبعدنا ما قهويناك، لازم تضوق قهوتنا. إن شاء الله. يعني أنت حياتك ما نقدر إحنا نحددها نقول محطة أولى محطة ثانية محطة ثالثة، أنت ما شاء الله عليك. يعني أنا أحس يعني حياتك خاصة في عالم التصوير يعني أفق مفتوح، أفق عالي جدا، يعني مثل ما نقول إنفينيتي، يعني ما لا أول مفتوح ما لا نهاية أبدا. محطتك الأولى، خلينا نتكلم عن شغفك بالتصوير، متى بدأ؟ يعني هل مثل ما أنا ذكرت، لأن أنا كنت عملت ريسيرش عنك أنه رسمت لوحة وأعطوك هدية كاميرا كانت، ومن هذه الكاميرا كانت انطلاقتك. هي في البداية أنا سعيد جدا بوجودي اليوم معاكم مخاطب عن الأستاذة داليا البسامي، وهي يعني التقيت معها في أثناء محطات، كنت مشرف الجماعة التصوير في جامعة السلطان قابوس، كانت هي من الناس الذي كانت تحب التصوير بشغف، لو كنا عندها مهارات فنية وهم حب التصوير وحب الفنون بشكل عام. هي صح عندها مهارات فنية ولا بس عشان موجودة هي؟ لا هي الأول. وكان وذكر الموسيقى اللي هي اللي كانت تستخدموها في تيتانيك. صحيح. إيش دخل موسيقى تيتانيك؟ كنا دائما نشتغل على عروض تصوير ولازم ننتقي معها مؤثر صوتي. لا ذاكرته ما شاء الله. لكن عندي تساؤل، أنت جبتي لولو والمرجانة وأنت والمذيعة إيش دورك؟ أنت أكثر شيء مسمى جميل حالك على الأقل. يلا أنت عطني مسمى. فعلى كل حال أنا سعيد بهذا اللقاء. أنا بما أنا فينا كثير محطات، لكن أنا الشيء الجميل محطات الطفولة التي رسمت، يعني قد يكون لها دور كبير في تكوين شخصيتي الفنية. وطبعا قريتي أحب أشير لها، أنت ما ذكرتي في المقدمة، هي قرية العمقات. ونقول بيتك وين بعد؟ البيت يسكن فوق الجبل على طول. بيتك قالت لي داليا، غششتني هالمعلومة، أنه يعني شارة العمقات على طول، شوفي فوق الجبل بيت هناك. هي العمقات يكتبوها، القصة كتابة العمقات هذه حكاية كبيرة أنها عملناها لكي تظهر الاسم القرية. كان القرية تغطيها النخيل وما تشبه الناس اللي قريبين الشارع الداخلية، ما يقدر يشوف القرية. فكانت فكرة إن نرسم كتبة العمقات وهي أصمة كبيرة جدا في ارتفاع الجبل. يعني عرضها تقريبا 145 متر وارتفاعها 10 أمتار. يعني ممكن رؤيتها حلو هذا الولاء لولايتك، يمكن تشوف على مسافة تقريبا أكثر من 10 كيلومتر. ما شاء الله، يعني مسافة كبيرة. في القرية هذه بتكوينها اللي هو الجبل، نسميه الجبل الأحمر. والجبل هذا درجات لونية جميلة جدا نضطر نتسلقه، وبالتالي ما تسلق الجبل أنا أتأمل جمال الطبيعة، جمال امتداد النخيل الوادي.
وبالتالي هذه رسمت فيني حب الطبيعة من طفولتي. المشهد اللي ما أنساه أيام ما كنا في الدراسة وكنت أتذكر ذيك السيارة اللندروبر اللي كانت أو اللي كانت ودينا مدرسة. أنا أضطر أنظر لحد ما يجيوا يتأخر التريب الثاني يعني. في ذيك اللحظة تشرق الشمس وتنعكس على صفحة الماء. جميل. تبخر الماء من الماء من الوادي وأنا ذيك أتأمل ذيك اللحظات تبخر الماء. تبخر الماء وإضاءة الشمس العاكسة والنخيل قدام والجبل، هذه الصورة ما أنساها في ذاكرتي يعني. واضطريت بعدين من حب التصوير اضطريت أصور المشهد هذا لأنه متصف في ذاكرتي من الطفولة. جميل. فحب الطبيعة من مدام من يوم طفولتي، وحتى كنت مع بداية دراستي كنت أعمل لوحات. هذا كنت الصف الأول والصف الثاني أرسم لوحات من بداية طفولتي يعني. ترسم هذه اللوحة، اللوحة اللي أنت شفتها؟ أنا كنت رسام في بداية طفولتي لحد ما دخلت ثاني ثانوي وحصلت على الضباط العسكري اللي هي الجائزة في الشدادة الأول عليهم ما شاء الله. وهذه كانت أتذكر السيد الشيب صراحة بسمه السيد شبيب كان في صورته ضبطني، هو يسلم الكاميرا. هذه الصورة هي محور تغيير من تحولي من الفنون التشكيلية والترسم لتصوير الفوتوغرافي، وبقيت أمارس الرسوم التشكيلية، لكن تصوير الفوتوغرافي هو صار يعني محور كثير في حياتي، خاصة ارتبط بالرحلات، ارتبط بالمغامرة، ارتبط باكتشاف المكان. وعندي حتى أيام الكشاف عندي حوالي عندي أكثر إشارات، إشارة التعارف وإشارة المغامرة، وبالتالي هذا تجمع الهوايات ساعدني التنقل والترحال. أنت أعطيتها إجابة الحين. أي قاعدة ترى يعني مستمعة جيدة جدا. تلتقط منك الكلام. عندنا يعني اختبار تحليل الشخصية ففي أسئلة وداليا مرة يعني على السمع. أنا بالنسبة لها صحة مفتوحة يتعهد من قبل كل فهذه التكوين الجميل والتناغم بين البيئة وبين الهواية وبين كون شخصيتي. والشيء الجميل اللي أنا صارت أنا علاقتي طبعا ما أحب أعيد كل أستاذ خميس، كيف جاتك الشهرة؟ يعني الحين لما إحنا نقول مصور على طول خميس المحاربي، كأنه يعني ما في مصور في السلطنة محترف، مع يعني احترامي للجميع كل مصورينا خاصة جيل الشباب ما شاء الله عليهم، لكن لما نقول مصور خميس المحاربي هو شو السبب يعني؟ أنا أكون صريح معك، هناك كثير مصورين بمعنى يعني الآن الجيل طالع يعني قدرات الفنية خاصة مع ظهور الدكتة والرقمي. أنا حتى أرجع سهل كثير يعني لما ظهروا في عالم التغير الرقمي، وأنا كان كل بداياتنا مع التصوير بالأفلام والسلايدات والتحميض ربنا فيه كثير، فهم دخلوا بقوة في هذا المجال. وسائل التواصل الاجتماعي لها دور كثير كبير للتواجد على الساحة. فإذا حصل أن أنا حتى بعد أشياء التقنية أنا أرجع لهم، خاصة هم صار متمكنين في الجانب هذا. أنا بداية التصوير عطوت بأنشر صور أسبوعية في جريدة عمان كانت جديد الجمعة، وسميت 3 سنوات أعطيهم صور في جريدة عمان، حتى المقابل بسيط جدا كان في مقابل رفع الرؤية البصرية والذائقة البصرية للمتلقين. وحتى بماني يكلمني حد من جريدة يقول بعد ما صرنا نحط صورة كل جمعة مبيعات الجريدة كانت متدنية في يوم الجمعة، صارت الجمعة تسابقوا عليها في المحطة البترول، لأنها الصورة صور جميلة جدا، مكبرة مقاس A4 تقريبا يعني. هذه المحطة صار 3 سنوات بس، يا ريت يعني كان جودة الإخراج أو الطباعة كان عالي. أيوة. على أساس نستمتع صحيح. بالفعل صحيح. بالصور. وبعد هذيك المحطة تبدا أكتب مقالات في جريدة عمان سنويا، أكتب مقالات في جريدة الوطن، فكنت أوظف مهاراتي في الكتابة وأكتب مقالات عن ذاكرة عمان. يعني في 2010 كنت أكتب ذاكرة عمان، كيف المكان كيف كان شكله قبل حوالي 1990 وكيف تغير، وبحكي احنا بنتطرق لهذه المحطة ان شاء الله. في مجلات بنت خليك في الامارات حوالي 6 سنوات. هذا الكتابات وهذا التواصل، لان انا يعني دائما احب، اذا الصورة عندي ايمان يقين ان الصورة اذا حفظت في المخازن او في الارفف تفقد قوتها وتفقد انت حرمت الاخرين من رؤيتها. الصورة تموت. فهذا التواصل مع الاخرين يعني يهمني كثير، وجودي معهم من خلال نشر اعمالي وتصفر. هذا كان سبب شهرتك ولا الحظ؟ يعني احيانا يكون الحظ ويعني ما هو تولى الناس اخرين ضمن مشاريع تألق وخاصه عموما يعني انت تستحق هذه الشهره. صح. لانه يعني انا التقيت بمصورين كثر لكن ما في حد عنده
هذا الحب الكبير والانتماء الرائع لعمان، يعني هو يحاول قدر المستطاع انك انت يعني تؤرخ عمان من خلال عدستك ومن خلال صورك. ما ناوي تعمل فيلم مثلا؟ في احد من الزملاء عرض فيلم انك تو فيلم عني، بس قلت لهم اذا تصور فيلم ضروري تصير مع مغامرات، نتسلق الجبال. لا 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 انا انا قصدي انه الفيلم يكون بطريقه مختلفه تماما، يعني مرسوم سيناريو، القصه تحكيها الصورة من غير أي تعليق، فقط موسيقى مصاحبة، فقط تنتقل من صورة إلى أخرى، الصورة هي اللي تحكي قصة الفيلم. وأنا أتصور يعني أنا يمكن ذكرت أنه عندك نص مليون صورة، أتصور أنت يعني مشرف على المليون إن شاء الله من عدد الصور اللي عندك. فهذه الفكرة يعني مثلا الآن صارت صور فوتوغرافية يمكن تحكي قصص، ويمكن حقيقة إذا هناك يعني الناس اللي كما قلت حال كتب سيناريو وعمل إخراج ومن الأرشيف اللي كملها من الأرشيف يمكن تسوي قصص أشياء مختلفة جدا. صحيح. ويمكن حتى تقسمها عن شيء عن الطبيعة، عن المغامرات، عن الإنسان. والشيء الثاني وأيضا عن ذاكرة المكان ذي حدي قصة، لأننا موثق عمان من بداية 1990 أو 1988 كان البدايات 38 كان البدايات عن التصوير. فهذه المراحل الصور القديمة هي الصور اللي أعزها لأنها فيه ذاكرة عمان. الآن صاروا كثير مصورين وصار يغطوا كثير الأماكن. بقت المكان قبل 1983 يعني هذيك ما كان حد يغطي كثير، يغطي في مسقط لكن تناسي البادية، روح مفار، روح ضلكوت ورخيوت وروح جبال مسندم. هذه الأماكن ما كان يغطيها تغطية كبيرة يعني، فأنا يمكن كان لي فرصة أن أغطي الأماكن خلال الترحال والتقوال في روبي. جميل جدا. أنا حابة جدا أشرك المستمع معانا في هذا اللقاء الجميل في لولو مرجان علي خاطر النجادي للمساء جمالية تفوق الوصف، وببرامجكم يكون لتواصلنا ميزة خاصة تتناسب مع تلك البرامج لولو ومرجان، برنامج يستحق المتابعة. شكرا ندى، شكرا لك. كل التحية والاحترام والتقدير والثناء للأستاذ خميس المحاربي ومصورة داليا البسامية، متألقين مبدعين في هذا المجال. ربي يوفقكم في كل مشوار حياتكم. ومسعيد مبدع دوم في اختيار الضيوف، شاكر جهودك. تحية المخرج جميل أبو أحمد، أسعد منور. صورة حطوا لكم علي خاطر النجادي، حط صورة لداليا وأستاذ خميس. نعاد يوم الشباب يوم دائما اختياراتك ندى مميزة من خلال ضيوف البرنامج داليا وأستاذ خميس، عبارة عن لولو ومرجان تتقدهم الجوهرة ندى. شكرا جزيلا لك. تعبير علمنا التصوير وكيفية اختيار الصورة، ما شاء الله عليه، بصمة في كل اتجاه. ندى انت جايبة معك اليوم عباقرة التصوير، شكرا لك، عرفتينا على أستاذة داليا، شفنا عنها الكثير لكن صوتا حصريا على إذاعة الشباب. أستاذ خميس يعجز عن الناقصة الرسالة عموما، عن التعبير عفوا. داليا انت أول مرة تطلعي في لقاء إذاعي؟ عن التصوير كان في واحد أحد الإذاعات الأخرى، لكن أعتقد في إذاعتنا يمكن أول مرة. عموما إحنا مستمعينا بنتوقف معكم مع أول فاصل في البرنامج، فاصل إعلاني ربما، وبنرجع لأسئلة المحطة الأولى لضيوفنا. بوتيك عالمي أحلى ولا إليجانت، تصاميم مميزة وأنيقة للعبايات والدراريع للمصممة العمانية ثريا الغيثية، بالإضافة إلى فساتين راقية ومميزة للسهرات ولجميع مناسباتكم وبأسعار تنافسية. زورونا في الخوير بوشر شارع المها، للتواصل 92677799 أو عبر موقعنا على الإنستغرام @3عالمي أحلى. في واحدة من أقوى البطولات الرياضية بوجود نجوم الجيل الذهبي، السلطنة تتسلطن تتفنن بفريق من ذهب، قد يأتي بالعجب، الدلل يا الأحمر وزيد تلال وأحمر الصلاة، الله على العماني. 10 فرق تتنافس على كاس بطولة مستشفيات ومراكز مغربي، لا تدع الحدث الرياضي الأبرز يفوتك وكن أحد الفائزين بالعديد من الجوائز والهدايا والسحوبات للجماهير في صالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر من 2 حتى 25 أكتوبر لعام 2017، بطولة مستشفيات ومراكز مغربية.
نجومية، تنافس، إثارة. العبق عانق سمانة، شعلة بين النجوم، حرفة أجيال وأمانة، مهنة أجيال تدوم. مؤسسة الشعلة، متخصصون في العطور الفرنسية والعربية بلمسات من رائحة اللبان، بأيدي متخصصين في مجال التجميل والعناية بالبشرة، مجموعة العناية بالجسم والبشرة مستخلصة من زيت اللبان الحجري. بإمكانكم زيارة فروعهم في ولاية صلالة، صلالة غاردنز مول، شارع السلام ومتحف البليد أرض اللبان، وفي مسقط بانوراما مول والأفنيوز. 99 10 3099 93561272 95711113. وبإمكانكم زيارة الصفحة عبر الإنستغرام الشعلة _ شوب. أهلا وسهلا فيكم معنا من جديد مستمعينا في لولو مرجان عبر أثير الشباب فم. نسعد دائما بتواصلكم معنا. تحية لجميع المغردين وأصدقاء البرنامج، إن شاء الله تقضوا معنا وقت ممتع ومسلي. أيضا ندخل طبعا اللقاء هو أيضا بمثابة مسابقة بين اللولو وبين المرجان. طبعا الحين ما حد يعطيني وي، كل واحد مشغول. في أسئلة بنهاية المحطة الأولى، نشوف النهاية من اللي بيفوز إن شاء الله. نشوف أسئلة المحطة الأولى. أخذ الهدايا مالتك؟ قال لها شخذي الهدايا. خلينا نسمع أول سؤال معك أسعد. هذا مسمع أغنية مشهورة جدا لفنان عماني سالم علي سعيد. أنا هو شباب جاوبت عنك. سالم علي سعيد. لا أنا سجمت مع المقطع وعباله أنك فاصل موسيقي. وأن طرق السؤال هو مسمع مدخل لأغنية معروفة علي سعيد، عارفها الأغنية مسافر، وكان بداياته وهذا المشهد يذكرني بأيام الخريف. أيوة كان جميل تشوف الخريف وتشوف الخضرة ومعلم على غناء سالم. طبعا تحية نوجهها له، إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة وفي رحلة علاج إلى تايلاند، إن شاء الله يرجع الله يشافيه ويعافيه إن شاء الله. نسمع شوي. لما طاع ينزاح مسافر 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 دام الهوى غنى جراحة والفرح من دنيتي راح. مسافر 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 ريم المسا غطى جناحة ولا لما طاع ينزاح مسافر 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 دام الهوى غنى جراحة والفرح من دنيتي راح. مسافر عكس الهوى طوى شراع وانطوى في خافق جناح. مسافر عكس الهوى طوى شراع وانطوى في خافق جناح. مسافر 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 ليم المسا غطى جناح ولا لم
اهلا وسهلا فيكم معنا من جديد مستمعينا 24 لا ما بناخذ اتصالات 90456 تويتر @شباب راديو عمان. يا ترى تشجعوا من الفريقين حتى تساعدوهم ان شاء الله بالاجابات؟ شوي احنا الاجابات تجينا متاخره عشان ليه ما توصل التغريده يعني بالها وقت. عندكم بوريكم مجموعه من الصور. أستاذ خميس ممكن تعطيني صور اللي معك؟ لا لا مش العالمية، المحلية المحلية محلية. المحلية إذا ممكن. مستعدين؟ طبعا أنا طلعت مجموعة من الصور وتحية طبعا لكل المصورين. هو مش يعني خلينا نقول الأشهر هذه الصور، لكن يعني خلينا نقول هذه اللي أنا يعني طلعتها. صورة جمل ومبين طفل صغير في النص، واثنين يعني رأس الجمل بارز، واثنين من الشباب العمانيين واقفين، واللي مبين فقط الخنجر ما مبين الوجه. شفتيها داليا أستاذ خميس؟ صورة أستاذ خميس بسألك، هذه الصورة ما تعتبر مقطوعة؟ يعني ممكن هذه الصورة تفوز بجائزة؟ هذه الصورة فائزة بأحد الجوائز. هو الصورة في هذه اللي أنا من خلال تحليل هذا فقط هو التكوين بين الطفل والرأس الجمل والخنجر مثل يعمل مثل التكوين هكذا يعني. وكان الطفل يمكن المصور قصدي يبرز علاقة بين الطفل وبين الجمل، وبين توريث العلاقة بين الأجيال. وبعدين دائما المصورين الفوتوغرافيين يحبوا يركزوا على الارث العماني وبرازه وتوارثه يعني. عرفتوا هذه الصوره لمن؟ صعبه هي نحن صعبه. احنا اكثر شيء نتذكر احنا ذاكرته بصريه. هذه الصوره حصل عليها المصور على الميداليه الذهبيه والبرونزيه وجائزه شرفيه في فياب. نعم. حبيب الزجالي. حبيب الزجالي. تحيه جميله للحبيب والفنان الحبيب. صفر 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 صفر. اي خلاص صفر صفر. انزين الصوره تسوي من تحت خلي تحت عشان نحصل واحد على الاقل. انزين نشوف هذه الصوره، صوره رجل شايب مع الغليون. أحمد شكالي. شكالي. وهي صوره مميزه فايزه بجائزه كذلك يعني. احمد الشكالي هذه. غششينا اول حرف. طيب هاي الصورة أنا بعلق على الصورة هذه. والله يمكن واحدة من البنات. لا هذه الصورة لا الصورة هذه فايزة يعني بحبل الجوائز. صورة تصوير البوتريت الوجوه. وصورة مميزة في معرض البلاك أو مايت اللي عملت لك عملية التصوير الفوتوغرافي. لكن باك جراوند ما باين أنا هي بلاك أند وايت. بلاك أند وايت هاي الصورة. من قلتوا؟ أحمد الشكيلي. أحمد الشكيلي. هذه الصورة معاها. نفس المصور. هذا أحمد بوسعيدي. عقب البوسعيدي. أحمد البوسعيدي. برافو عليك أحمد البوسعيدي. إذا مع بعض إذا أحمد البوسعيدي. أحمد البوسعيدي. تعادل واحد واحد. لا أنت اثنين أنت سابقة. إنزين بعد صورة. أنا سبقت في هذه قبل أن. وين الصور؟ وين راحوا الصور؟ أنت أسألني. يعني خلينا نتكلم عن هذه الصورة جميلة جدا. أنا هذه فن المالد. أيوة أنا أتكلم عن مهرجان مسقط. أحمد البوسعيدي يعني هو من الصور اللي قدمها، وأنا أتذكر في مهرجان مسقط هالقصة. آه صحيح. وكان وخذ وقت طويل لحد ما جاء صور، وأتذكر لما كان يصور إحنا كنا مع بعض كان نقص وقت طويل وعلى ينظر اللحظة والحركة. ولحد ما انتقت الصور يعني. نعم. أيوة. أنا سبقتك لك ما مشكلة واحدة. هذه في مهرجان مسقط. الصورة. صورة المالد. هذه الصورة. هذه الهيثم. هذه الهيثم الفارسي. أي الهيثم نعم. في صورها الصورة أتكلم عنها هي صورها. الصيد. صيد اسمها السردين. هيثم الفارسي. أي. ولا شنفري. 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 هيثم الشنفري. فأقول لك هالصورة يصور الصيد السردين في 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 شاطي الفرضة. الفرضة في مرباط. مرباط. وفاز فيها بجوائز عدة.
وهذه صورة أنا جميلة الصورة وايد حلوة. بالمناسبة في كثير مصورين يعني أخذوا نفس الزاوية. اشرحي لنا الصورة، اشرحيها للمستمع داليا. هي عبارة عن صياد السمك فوق نوارس، مجموعة من الصيادين في موسم السردين في مرباط مثل ما تفضل أستاذ خميس. كثير مصورين بالمناسبة قلدوا، أو خليني أقول ما قلدوا، تعرف لما يكون في عمل مميز وحصل على جوائز كثير مصورين يحبوا أنه يأخذوا مثل الزاوية ومثل الفكرة، بينما سبحان الله يعني مهما المصور حاول أنه يأخذ نفس الزاوية ما تطلع هي جميلة يعني. جدا جميلة جدا. أحييك هيثم الشمسري. أنا من ذاكرتي المكان ده، أنا صورت صورة مفتحة سابقة الإنسان والعمل ففاز بجائزة الأولى، اللي هو الصياد شال السردين كمية كبيرة ويطلع، والموج كان على رجله، وبتعمل تكوين جميل للصورة، صورة فاز على محور الإنسان والعمل. جميل جدا. أيوة في نفس الشاطئ. هذه الصورة. هذا الحمل الكندي. الكندي أتأكد بس شوية. الكندي هو شارك فيها بمسابقة. مسابقة النخلة. النخلة. النخلة هي. متأكد أحمد الكندي؟ أنا هو شارك في مجموعة مسابقات. ما الصورة هذه محالك المهم. محل. لا ما متأكد محالك الصورة. أنا كان كل صور مالي إذا كان مقلد اسمه ذاك يعني. خميس المحاربي حالي نقطة صفر. لا ما حالي الصورة هذه. حالك الصورة. هذا أحمل الكندي. لا حالك أنا الصورة. أنا صوري حافظها مثل ما أحفظ أولادي. بنسوي ريسيرش عنها بعدين. بنسوي ريسيرش. لأن أحمد الكندي حقا هو صور. صورة النخلة نعم. مشارك في مسابقة النخلة. وهذه أنا أعتقد واحدة من المصورات إذا أنا ما غلطانة. مش أنت يعني. ألا هاي ما حد صورة لا مدي لا تقولي لي حالي مستحيل أنا صورة ما صورت بورتريت في مهرجان مسقط لكن ما بصدر الصورة. إنزين صورة الأخيرة. أنا هاي الصورة شفتها في المعرض لكن ما أحرم ما تعرفوا. طب كيف استاذ نادي يقول لك شيء واحد هو يعني صعب بأمانة أنا أقول لكم صعب أنه تعرفون ذاكرتنا ذاكرة بصرية جميلة يعني. هذه الصورة جدا جميلة أعرف لكن أنا يمكن ما قدرت أحلل لمين الصورة لأن أوريدي يعني هذه وجوه من كشمير وجوه من كشمير لهيثم الفارسي. هيثم الفارسي هيثم الفارسي تعرفوه هيثم. شوف إحنا ذكرنا أسماءهم غير مرتبة فكل واحد حاله نقطة الحين. انتهينا. في بعد سؤال، خلينا نشوف سؤال المحطة الأولى. عندي أنا هذا السؤال. هناك ربما ألقاب أطلقت على فنانين أيام الزمن الجميل في التمثيل في مصر. مجموعة من الألقاب أطلقت عليهم. إنزين أنا بحاول أني أنا أوضح لكم قدر المستطاع. معك البداية. كوكب الشرق. أم كلثوم هذه نقطة. عذراء الشاشة. فاتن حمامة. عذراء الشاشة. عجوز الحين أظن توفت حتى. أي عيونها زرق. دائما تأخذ دور أم. أمينة رزق. أيوة أمينة رزق. العندليب الأسمر. عبد الحليم اللي خبرتك عنه. عبد الحليم. إني أحب عبد الحليم. والله يعني أعطيش كل الإجابات داليا. أصلاً نوهلو داليا. فارس السينما. أحمد زكي. لا لحظة. أحمد بس من. فارس السينما. أحمد أبو بحرف الميم. كذا جنتل جميل دو أدوار حب دائما ياخذ. أحمد رمزي. لا. نعم. حرف الميم. أحمد ميم أحمد. مرعي. هي قالت أحمد لا أعطيها نص. أعطوني نص. نعطيش نص. أحمد مظهر هو. أحمد مظهر صح. إنزين دلوعة الشاشة. دلوعة الشاشة. لا. يا ريت البرنامج تلفزيوني. بتشوف كيف. عشان تشوف اللي قاعد يحصل. دلوعة الشاشة. هي مغنية بعد تغني. أعرف. هل يمكن؟ بحرف الشين. شين ألف. شادية. بعد نعطيك نص يلا. إنزين مجرم الشاشة. مجرم توفيق الدقن. بعد واحد غير توفيق الدقن أخذ هذا اللقب. بعد واحد غير. مجرم. أي. أحمد شو اسمه؟ هذاك وحش الشاشة فريد شوقي. فريد شوقي. رابعي. أعطينا ملحق. ميم.
دايما دايما ادواره شر، وحتى لو خذ ادوار خير ما تركب عليه ابدا. حرف الميم محمود. محمود المليجي. محمود المليجي بعد اعطيك نص. لا والله مو نص نص نص. انزين وين وصلنا؟ اخر سؤال، اللي يجاوب اسرع بياخذ النقطه. الصوت الملائكي. فيروز. فيروز. هذا الشيء يعني سيئة يعني هي يعني شاطرة. يلا رايح المستمعين فاصل مستمعينا ونرجع لكم مع المحطة الثانية. تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب يمر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب يمر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حنعشق تاني. افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت تحناشة تاني. أول مرة أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا غريب. ولا أحكي ولا أخبي ولا وصفها لكل حبيب. أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا غريب. ولا أحكي ولا أخبي ولا وصفها لكل حبيب. افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشة تاني. افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشة تاني. أول مرة قلبي يعد لي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا. لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا. افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشة تاني. افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشة تاني. أول مرة شركة بيت الدنيا عنوان الأناقة الرجالية العمانية، متخصصون في بيع وتأجير مستلزمات أفراح الشباب وتجهيز العرسان وتصميم وتطوير الأزياء العمانية الرجالية وتفصيل وخياطة الدشداشة العمانية بأدق المواصفات العمانية للكبار والصغار. إدارة عمانية 100%، نراهن على الجودة والأصالة والإبداع. زورونا الحيل الجنوبية شارع سلطان قابوس، هاتف رقم 9600960 أو 9814818181.
تابعونا عبر مواقع التواصل على الانستغرام @bait_l_dunya أو على الفيسبوك بيت الدنيا. أهلا وسهلا فيكم معنا من جديد مستمعينا، مستمتعين عن نفسي مستمتعة جدا بوجود ضيوفي المصورة الفوتوغرافية الأستاذة داليا البسامية والمصور الفوتوغرافي مصور الوطن نقدر نسميه ما شاء الله الأستاذ خميس المحاربي. قراءة لبعض التغريدات اللي وصلت للبرنامج. عبد العزيز العلوي يسهل كل خير أستاذنا القدير في عالم التصوير الضوئي خميس المحاربي، منورين للاستوديو داليا البسامية وخميس المحاربي، أنا بكون مع الأستاذ خميس. سمت للضيافة، شكرا للدعوة أخي. معطيكم دعوة، يقول لك ولضيوفك الكرام الإقامة في شاليه سمت للضيافة في جزيرة مصيرة، ليلة مجانية لكم. مصيرة والله زرت مصيرة صح أستاذ إيه؟ خميس ما تقولي زرت، تقولي كم مرة زرت. كم مرة زرت؟ أي والله أي والله أي أنا الغلطانة الغلطانة. إيش اللي يميز جزيرة مصيرة للتصوير؟ مصيرة فيها شاطئ اسمه شاطئ الخورية وشاطئ الظهرية. الظهرية يقع في الشرق ومبلغ المحيط، والخورية الفاصل بين القوبة وبين للفاصل أسف بين بين الشاطئ زين وبين الجزيرة يسميها الخورية. نعم. وشاطئ هادي وفي جزر في ذاك الشاطئ وكثير الطيور تعشش في ذاك المكان. الطيور عادة مهاجرة قد تكون مهاجرة وفي مستوطنة الطيور هذه يعني. وهذا طبعا عملوا معبر، عملوا ميناء في ذاك المكان، وبالتالي صار حركة سريعة. وأنا من ذكرياتي فيها بصورة مقارب ساعة كاملة أساس نصور ما شاء الله 1995 في زيارات سابقة، لكن ميزة إن صورت الجزيرة بسيارة يعني 1990 كان ما في شوارع ما في أي شيء، نحاول نلتقط بعض الصور من الأماكن الجميلة يعني. طيب ننتقل معاكم إلى المحطة الثانية. خليني نتكلم عن المسابقات. تمام برايحك من المسابقة. أنا أوراقي وين؟ سيف أنت عطيتني كل الأوراق؟ لحظة أستاذ خميس مالك؟ يلا المحطة الثانية. بالنسبة لك هل اتضحت الرؤية بالنسبة لك في منتصف حياتك ومسيرتك الفنية؟ طبعا اتضحت الرؤية فيما يتعلق بتحديد المسار إلى أين أنا أتجه؟ طبعا الآن أنا يعني بعد هذا العطاء في مجال التصوير الفوتوغرافي والتوثيق لكل عمان، الآن يعني حقيقة يعني طرحت لي الرؤية عندي أرشيف من الصور دي ما شاء الله، وحب للوطن، وخاصة أن أنا أتكلم حق عن الصور القديمة التي أماكن ما حلتقطها. هذه إذا ما حفظت بطريقة آمنة وفي بيئة مناخية جميلة في مكان وخزائن خاصة وعملها سكان مسح ضوئي وحفظت، هذه ذاكرة وطن، وما فقط تكون ملك الآن لخميس المحاربي، هي مستقبل يعني تكون ذاكرة وطن أرشيف السلطنة. أرشيف السلطنة. نعم. أعطيك مثال يعني كنا نمشي من بس ما أخرج على كثير من ولاية أو من نيابة سناو لحد ما نوصل ثمريت، الشوارع كلها ترابية، ما كان لا هاتف ولا حتى بليب ما كان شيء من ذلك الأيام يعني. بيئة بسيطة جدا وعرة وندخل حق ومحوت عبارة عن بيوت بسيطة وخيام من مسعف النخيل. الآن الجيل ما يعرف كيف شكل المكان ذا وما يعرف حق وكيف تحول من وإلى تحول ومدى يعني الحكومة الرشيدة يعني عملت جهد وخدمات لأماكن بعيدة. الآن أمس فتحوا شارع يربط سناو إلى الدقم مسارين ما شاء الله. وانا اتذكر كنا نمشي في الشارع بالكاد السيارات تمشي 40 كيلو من كثر صعوبه الشارع. الان امس فتح محطه شارع مزدوج من طيب سنة. هل كان في معالم الشارع او المنطقه هذه حتى انك انت توثقها؟ عباره عن قرى فقط، يعني قرى بتلصفيه مثل صورت هذه القرى كلها موجوده ونعيش مع الباديه ونصور بساطتهم
وخاصة في الصيادين في فيلم زرت جزيرة فيلم وأتذكر هناك قوارب كبيرة ضخمة جميل. الآن طبعا هذيك اختفت وانتهى لكن باقي الصور هذه يعني. إيش ممكن تطلق عليها المحطة الثانية من حياتك؟ المحطة الثانية هي تنظيم الأرشيف القومي الفوتوغرافية. جميل. هذا الهدف كبير وحقيقة قد يكون يمكن الظروف هذه تطلب أول شيء أجهزة تطلب يعني طاقة بشرية متخصصة تقوم بهالعمل. كيف واجهت الصعوبات اللي الآن عملت مستوى تقريبا لحوالي 25,000 صورة وبصراحة هذا يحتاج تكلفة مالية تكمل لكل صورة يعني مستوي بني عملية تنظيف صورة خاصة الصور المصورة بالنيجاتيف من 1988. كيف يتم تنظيفها بطريقة الجرافيكس؟ هي فوتوشوب. فوتوشوب تنظيف إنه وخاصة إن الصور النيجاتيف تحول ألوانها اللون الأزرق أو اللون الأصفر وهذه بصراحة الصور خاصة الصور النادرة لأن البيئات السيوح الفاضية كيف تحولت عندك قلاع كثير أنا صورتها قبل الترميم كثير من القلاع أكثر من قلاع والأبراج صورتها قبل الترميم. جميل. قاعد يتم ترميمها. إيش الشيء أستاذ خميس في المحطة الثانية اللي لم تجد له تفسير؟ شيء يعني كان بالنسبة لك شيء مبهم لم تجد له تفسير أبدا. هي حقيقة اللي أنا كيف انتقلت من الرسم من الرسم أو تشكيل التصوير الفوتوغرافي وأنا أتذكر اللي في عندي أعمال عملت بين كنت صف الخامس وكان تعلق فيه قدام المدرسة فالمدرس يقول هذه أعمال جميلة جدا حتى عملت لوحات فنية كناس لقصص عمانية وكان مستغرب الخطوط وبعض الأشياء وما كان في توجيه لكن ظهر ما أشوف الأعمال وأنا أحاول أحاكيها وأعيدها مرة ثانية. جميل. لو وصلت في الفنون التشكيلية من ذيك الأيام بكون أكون يعني أحد أخذ بيدي يعني. نعم. لكن صار توقف. لكن لو نرجع يعني لو حاليا خميس المقيمي هو المحاربي هو مصور فنان تشكيلي تمام هل بيكون عندك بالفعل هذا الوقت وهذا المزاج لاختيار المكان المناسب للوحة؟ إيش بتركز عليه أكثر الرسم؟ هل الطبيعة؟ هل الوجوه؟ هل المدن؟ الطبيعة والوجوه هذا ممكن تخصص اللي أنا كثير أميله كثير وأحبه كثير. البورتري يعني صعب جدا يمكن. البورتري صعب. لكن الشيء الجميل لأن أنا تمازجت كما قلت سابق عندي هوايات يعني هواية التصوير وهواية المغامرة وحب الرحلات وتسلق الجبال. يعني هذه صار في نوع من التشجيع حالي. جميل. ونوع من الطاقة لأن الميزة إن المصور أنا استغرب في ناس كثير من العمانيين ما صاروا أماكن وما اكتشفوا واحدة منهم أنا حتى ولد المكان وحتى أبناء أعطيك مثال في مسقط وضيع أعطيك مثال مثل صورة الضلكوت وقلت صورة مكان فلاني الأهل المنطقة ما صار المكان هذه ومكان جميل أنت تدور يعني تدخل في أماكن وعرة وأماكن صعبة حتى تلتقط صورة جميلة قد يكون ما فنية لك على قد توثيقية من ذكريات على فكرة بشكل سريع أتكلم عن الضلكوت صورت الضلكوت 1990 وكان أشجار نوع من الأعشاب تنبت في الخريف وتطلع تغطي بالكاد نصف السيارة ما شاء الله. كلمت حد من السكان الجبال قبل أسبوع كنت بقول معهم قال لي خميس اختفت هذيك الأشجار هذيك الحشائج كان تنبت وفيها بذور مثل البصيلات وتنبت تطول متر متر ونص بالكاد تغطي سيارة دفع رباعي لحد نصها لكن اختفت حاليا بعد التصحر وبعد كتكات حيوانات يعني حل الجمال السد هذا راحت لكن الصورة موجودة معي وموجود المكان صور نبغى نشوفها عاد ننتقل لك دانيا بالنسبة لك المحطة الثانية في حياتك إيش ممكن تسميها؟ ممكن محطة تحقيق جزء من الحلم فيما يتعلق بالتصوير. المرحلة الأولى ضليت فترة طويلة أفكر في موضوع متى أسوي معرض متى أخرج بأعمالي الفوتوغرافية إلى المعرض يعني. كم كنتي مجمعة في منتصف المشوار من خلال التصوير؟ أنا انتقلت بصراحة من شيء يعني مجالات التصوير كنت أجرب وما لقيت نفسي إلا في مجال التجريد وعمل الفوتوغرافية الدمج فلما قررت أشتغل في المعرض أني أخرج كمية هذه الأعمال اللي في رأسي وأخرجها من خلال أعمال فوتوغرافية تعلق في معرض متكامل كانت في فترة أنا أصلا من البداية كنت أحب أكتب فربطت ما بين الكتابة وما بين الأعمال الفوتوغرافية كيف؟ يعني الكتابة أنا أتصور مجال والأعمال الفوتوغرافية مجال آخر يعني أنا أراها كلها فنون يعني بالنسبة لي يعني هي مسألة أنك أنت تخرجي ما بداخلك من أفكار من مشاعر من رؤى
ممكن تطبق من خلال أعمال فوتوغرافية تركيبية مع بعضها البعض، ورافقتها بنص كتابي على الأقل يخرج هذا الكمية من الأفكار في رأسي. تحبي تشرحي الصورة أو اللوحة اللي يعني تنتجيها، تحبي تحطي فيها شرح ولا تتركيها ما دائما؟ يمكن في بعض الأعمال يعني أشعر أنه ضروري أني أنا أحط لها مثلا عنوان أو أريد أوصل فكرة من خلالها بكلمتين أو إلى ثلاث كلمات. يعني مثلا أنا موقع في الانستغرام أحاول قدر الاستطاعة يعني تعبري أحط يعني بعض الكلام، لكن في المعارض عادة إذا كان معرض أشارك فيه أحط اللوحة مع عنوانها وانتهى الأمر، لأن أنا أشعر أنه مباشرة من خروج العمل إلى الآخرين أنهم هم ينظروا إليه، من حقهم ينظروا له بطريقتهم. أنا أحاول من خلال يمكن يعني إذا كان بطريقتهم. نعم. أنا أتصور أنه ما نعنون الصورة، ما نعنون أحيانا، لكن إذا عنونتي متطلب أحيانا منك أنك تعطي العنوان، لكن إذا عنونتي أنت خلاص تحصري المشاهد في موضوع معين. هذه تقصد كذا خلاص يعني. لكن لما نطلق إحنا العنان لأفكار الآخرين للشخص، ممكن أنه هو يعني يشوفها من زاوية أخرى. والجانب النفسي حتى في عملية تحليل الصورة يعني هذا صار علمي يدرس صحيح حاليا. يعني نحن لما نشارك في معارض، متطلبات المشاركة في هذا المعرض أو في المسابقة في عنوان، يكون في مجال عنوان معين يعني عنوان معين. أيوة في. نعم. عنوان فتضع العنوان. لكن إذا كان معرض شخصي مثلا يخصك وأنت حابة أنك تخرجي هذه الأعمال، عاد لك حرية القرار، هل في داعي أنك تعطيها عنوان، هل في داعي أنك أنت توجه المشاهد على أساس يستقرأ أفكارك، ولا تفضل أنها تكون مبهمة بحيث أنه كل مشاهد أو كل قارئ لهذا العمل ينظر إليه مثل ما هو باغي، يعني مثل ما هو يريد، يعني طيب بدون ما تحددي له. في هذه المحطة الثانية من حياتك كنت متزوجة. أيوة. داليا. أيوة. وعندك أولادك. نعم. أنا فترة ما أخرجت المعرض أتوقع أكثر مرحلة كان فيها تحدي بالنسبة لي، كنت في هذيك الفترة جايبة التوينز توائم الصغار وأعمارهم ما يقارب السنة، لكن كنت أحضر للمعرض قبل هذيك الفترة. جلست بدون مساعدة، لكن كان عندي هدف أنه خلاص أنا أريد أتخلص من هذه الأفكار، وأريد خلاص وقت أني أنا أخرج هذا المعرض. كان تحدي في حياة المرأة. كنت مقتنعة أنه خلاص هذا وقته، أنا أريد أتجه لتوجه آخر. مباشرة من أخرجت هذه الأعمال من خلال المعرض وشاركت فيها في أكثر من مكان، بدأت أرى الأعمال الفوتوغرافية أو المشاهد اللي تمر علي بطريقة مغايرة للأعمال التركيبية. فتحت لي مسار ثاني، استشعرت أنه خلاص أنا بإمكاني أجرب شيء آخر، لأن إذا كانت الفكرة تستحوذ على رأسك بمجال تصويري كمصورة فوتوغرافية أشوفها بشكل مستمر، كل ما مشيت أرى الأعمال مدمجة مدمجة مدمجة. فحاولت يعني الحين في الفترة الحالية أحاول أحضر، قلت أحضر لمعرض آخر لكن مغاير رح يكون عن المعرض. هل كل مرحلة عمرية لها ميول خاصة، لها نظرة خاصة تعتقدي؟ أستاذ خميس أتمنى تشركني في الحوار أيضا. المراحل العمرية في حياة المصور أيضا، هل يعني تحدد ميوله، تحدد اتجاهاته أكثر؟ أعتقد إذا تكلمت مع نفسي، إذا تكلمت عن كثير مصورين، في هي مرحلة التجربة، هي المرحلة الأولى، مرحلة التقليد والتجربة، هذه أول مراحل اللي ممكن يمرها فيها أي فوتوغرافي أو أي فنان أتوقع بشكل. نعم. عام بعد كده تتحدد هويته. يمكن في بعض الأحداث تكون في أشياء مختلفة تصير على الشخص، وهذه الأحداث سواء كانت اجتماعية إيجابية أو كانت سلبية، ممكن بعد كده تخليه يغير مساره. يعني بدل ما تكون أعمال فيها سعادة فيها فرح، ممكن تكون أعمال فيها كآبة فيها نكد. هي مسألة أتوقع يتم بس يعني. المخرج يشير لي عنده فاصل إعلاني لازم ينزل ونرجع للحوار. نعم تفضلي. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شارك أغلى لحظاتك، مغامراتك، سعادتك، إنجازاتك، تبادل الفرح، استمتع بالحياة. أريد استمتع بالإنترنت. محل ليلك لمستحضرات التجميل يقدم هدايا من منتجات فارماسي للعناية بالبشرة والجسم. زورونا في مركز البهجة، هاتف رقم 24545430. مرجان
بوتيك عالمي أحلى ولا إليجانت، تصاميم مميزة وأنيقة للعبايات والدراريع للمصممة العمانية ثريا الغيثية، بالإضافة إلى فساتين راقية ومميزة للسهرات ولجميع مناسباتكم وبأسعار تنافسية. زورونا في الخوير بوشر شارع المها، للتواصل 92677799 أو عبر موقعنا على الإنستغرام @3عالمي أحلى. مجوهرات عاطفة، مجموعة مميزة وراقية من المجوهرات منتقى من جميع أنحاء العالم، تصاميم فريدة من الذهب والماس واللولو والفضة والأحجار الكريمة، وساعات من الماركات العالمية المعروفة. شركة بيت الدنيا، عنوان الأناقة الرجالية العمانية، متخصصون في بيع وتأجير مستلزمات أفراح الشباب وتجهيز العرسان وتصميم وتطوير الأزياء العمانية الرجالية وتفصيل وخياطة الدشداشة العمانية بأدق المواصفات العمانية للكبار والصغار. إدارة عمانية 100%، نراهن على الجودة والأصالة والإبداع. زورونا الحيل الجنوبية شارع السلطان قابوس، هاتف رقم 9600960 أو 9814818. تابعونا عبر مواقع التواصل على الإنستغرام @bait_l_dunya أو على الفيسبوك بيت الدنيا. اهلا فيكم معنا من جديد مستمعينا في لولو ومرجان، نتمنى انكم ياسين تقضوا معنا وقت ممتع. ضيفتنا اليوم اللؤلؤه داليا البساميه، ومرجاننا اليوم الاستاذ خميس المحاربي. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، و شكرا للمغردين على تويتر ما شاء الله عليهم، على @شباب راديو أمان، وأيضا الرسالة النصية القصيرة. نستقبل اتصالاتكم على 90456. نقول كم النتيجة الحين ولا ما نقول؟ هذيك ساعة خبرك عن ملاحظة مالي متماسك قلتيها لأن سبقت مرة. وينها أصلا؟ وين الورقة اللي فيها النقاط؟ ما أعرف من شلها. أظني خباب أستاذ خميس. خبيت أستاذ خميس شكلك. يعني عندك وش عندك سادة؟ على فكرة احنا ما حاطينها موسيقى، احنا حاطينها شو صار، وين ورقتي؟ برنامج حاطينها برنامج جميل. في ناس الهني ما عارفش السالفة، انا عارف وين النتيجة. وين طيرة واوراقي؟ لا والله ماشي. انا انت ما دعت عنيها توم، يعني خلي بس تكلم استاذ خميس. ما عندي دور والله. نعم متأكد استاذ خميس ما بين اوراقك؟ اتصور بين اوراقك استاذ خميس. ما عندي شيء. كيف وين راحت هاي ورقتي؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. هو بس خباه لأنه خسران بنقطتين. بسم الله الرحمن الرحيم. النتيجة إلى الآن ما بنخبركم. ما نخبر. إحنا ما زلنا معكم مستمعينا في المحطة الثانية. ننتقل لسؤال المحطة الثانية. جهزوا لي الاتصال الله يخليكم. اتصال نعم من أحد الشخصيات، تسألوا أسئلة هو بيرد عليكم بنعم أو لا فقط. نشوف من اللي بيكشف الشخصية عنا. مصور فوتوغرافي ولا؟ فوتوغرافي. نعم مصور فوتوغرافي. هناك سؤال من أحد المستمعين، سؤال للضيوف: هل تتعامل الجهات الحكومية مع المصورين من باب التشجيع؟ وما هي درجة ومستوى العلاقة بين الجمعية ودورها في مجال التصوير؟ هذا سؤال للضيوف، لكن الشخصية حاليا جاهزة معنا على الهواء. مساء الخير. مساء الأنوار. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا وسهلا فيك. مستعد؟ انقطع الاتصال للأسف. إبراهيم مساعدي. نوجه تحية طبعا للأستاذ إبراهيم البوسعيدي. كيف انقطع الاتصال؟
شوف من وف حليب غير إبراهيم فين. هو أنا بسهل عليكم مصور شاب من جيل الشباب هو. من جيل الشباب نعم في العشرين يعني بس أعماله الفنية ما شاء الله عليه حلوة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك أستاذ نداء؟ الله يسلمك بخير. أنا بتركك مع أسئلة ضيوفنا الأستاذ خميس المحاربي والأستاذة داليا. من حاب يبتدي معكم بالسؤال؟ داليا تفضلي. حكمت مسابقة كلتشرال؟ نعم. هيثم الفارسي. لا 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 أنا أقول لك شو لأن ندى كيف كذا داليا؟ لأن ندى ما شاء الله ما شاء الله أنا بخبرك داليا هي عضو في الجمعية وحاضرة معهم بشكل مستمر وهذا شيء قبلي هذه على على السؤال أربع درجات أربع درجات على هذا السؤال يعني ما عطيتي فرصة حتى أنه هو يسأل لأن أنت هو إيه يصير هو هيثم لا أنا أقول لك شيء واحد تفضل لأن الصوت احنا نعرف معظم المصورين وخاصة داليا بسام معهم بالجمعية دائما فهذا بديهي صح داليا والله مع حق هيثم مساء الخير مساء الأنوار خلينا نسلم يعني عليه يعني من سؤال واحد على طول كشفتك بداية رحب بعمالقة التصوير يعني الأستاذ خميس المحاربي والأستاذ داليا البسامي أنا من أمس متحمس حال برنامج لكن خلاص من أول مرة من ما شاء الله تدخل موسوعة جينيس فيها على طول لو سمحت أسوي بعدين عنكم في البرنامج بكم ثاني يعني شوية مساء الخير يا هيثم كيف الحال؟ اهلا استاذ كيف الحال الله يسلمك ويعافيك هي سمت احنا صوتك مخزن في الذاكره احنا يعني هذا شيء بديهي يعني خاصه انت ما غريب ودالي معاكم بشكل مستمر وهي عملت تقول السؤال ذاك فستتاكد فقط من الصوت وعلاقتك بذا قلت اوكي اعطوني اسباب حاضر استاذ خميس كيف ممكن تقيم اعمال هيثم هيثم حقيقة من الأعمال الأخيرة أنا الشيء اللي يعجبني في الجمعية الآن وأنا وجهت تحية شكر وتقدير للأستاذ أحمد البوسعيدي رئيس الجمعية يعني في كفاءات في فترة قياسية بسيطة من نظام الجمعية كشفت مهارات غير عادية فيهم أمانة في التصوير الفوتوغرافي وتوقدهم حماسهم وأيضا طلعوا زوايا مختلفة التصوير ما كانت موجودة يعني هي طبيعة صوروها بزوايا مختلفة وذيك نحن نقول ماني بالها بارض وحيقيس ينظر ويصور الشواطي أيوة. وبشيء ثاني عرفوا كيف يشتغلوا برامج تصوير حديثة الفوتوشوب والأشياء الثانية هذه البرامج واجد تساعدهم أيام ما كان شيء برنامج ما تستخدم الفوتوشوب استاذ خميس استخدم لك أنا تاق بسيط أكون صريح معك أما الجيل القادم دخلوا مع الكاميرات الرقمية الكاميرا الرقمية التصوير الرقمي على طول يربط معها بالتصوير اللي هو اللايت روم والفوتوشوب ديجيتال وهالسوالف هذه اشياء كثيره جدا يعني ساعدتهم وانا احييهم وناخذ بيتهم كذلك ونتمنى يكون المستقبل شكله داليا البسامي كيف عرفتي داليا كذا بسرعه حكمنا مع بعض المسابقة السر ما في لا لا انا اوجه بصراحه لهيثم كل التحيه والتقدير هيثم من يعني من الشباب المصورين الفوتوغرافيين أنا ما أقول الواعدين هو ما شاء الله أثبت نفسه وأثبت بصمته في عالم التصوير في عمان وفي المحافل المحلية والدولية ما شاء الله عليه أعماله مميزة أنا يعجبني كثير في هيثم تجربته المستمرة يعني حاليا ما توقف عنده مرحلة التصوير إني أنا أصور من زاوية محددة وخلاص هذا هيثم لا أنت تشوفي دائما يجدد متجدد. يعني عنده الصور الأخيرة يصور من الأعلى كثير مصورين صاروا يسوي مثله فهو ما شاء الله عليه يعني أقدم لك كل التحية يعني هيثم وسامحنا ما خليناك كثير يسألوك أسئلة ما حبينا نتعبك يعني أنا بكل ما أنا من أمس لما قالوا لي خبروني على البرنامج أنا خلاص قلت أنا لازم شوية قلت أنا بتجننهم يعني. بتعبهم على طول ما شاء الله عليه هو زميل مهنة وبالتالي خاصة أنا أستاذ أنزين شكرا جزيلا لك هيثم الله يوفقك يا رب ومن عالي لأعلى شكرا جزيلا حياك الله كل التوفيق أهلا وسهلا هل حاليا خلينا نقول مفاجأة الصورة أستاذ خميس يعني مع وجود عالم مفتوح يعني الصورة الحين تجينا يعني تلتقط وتجينا وإحنا جالسين في ثواني بسيطة بوجود قنوات التواصل الاجتماعي هل مفاجأة الصورة واللهفة عليها
ما زال مثل ما هو في زمن أنه ما كان في صور إلا تلك اللي تجينا عن طريق الصحف والمجلات كنا نشوفها فقط. طبعا هذا لهفة الصورة، لهفة مشاهدة الصورة هذا شيء عالم متجدد، والآن صار العالم مليء بالأحداث. في كانت أحداث سابقا موجودة وللأسف الشديد ما حد ينقلها لنا، يعني على المستوى المحلي في حياتي في الصلالة ما تقل إلا ما يجي الفيلم بالطيارة ويتحمض ويروح التحميض ويطلع يعني حوالي بعد ساعتين الجرايد تنشر. الآن صارت أحداث في ذيك اللحظة، الآن صارت الكاميرات بلاسات ترسل تصور وتلسل على طول مباشرة، يعني عن طريق الأقمار الصناعية مربوطة ترسل الصور لحظة التقاطها. فصار الآن العالم الرقمي هذا عالم متجدد. والشيء الثاني الناس صاروا ينتظروا، وناس صاروا متخصصين كثير انهم على طول ينشروا الاخبار بشكل سريع ويتفاعلوا. وفي ناس من حسابات يعني كثيره جدا في تويتر، والحسابات ناس تابعوها مباشره يعني، واي صوره تلتقط. الدهشه داليا ما زالت موجوده تعتقدي ولا خف بريقها فيما يتعلق بالصوره؟ اعتقد اصبح الحين التحدي من اللي يرسل الصوره اول شخص. أنا أعتقد مسألة وسائل التواصل إلى آخره سلاح ذو حدين. أحيانا ممكن تكون الصورة غير موثقة بشكل فعلي، ممكن تنقل لك خبر ما يعني ما كثير تعطي المعنى الحقيقي لالتقاطها يعني. فالدهشة أتوقع أخف من صار في تشويه يعني للصورة حاليا. أتكلم موضوع التشويش للأسف الشديد، يعني كان سابقا الصور اللي صورت بالأفلام بالنيجاتيف او الفيلم الصوره عمرها ما تتغير. صح. حتى في مسائل اذا امر تطلب المقاضاه او المحاكم القبيل في الصوره، صوره السلايد والنيجاتيف صور حقيقيه 100% القريه يتبع عليها لانها ما في تزوير. الان الصور الرقميه ما صارت صداقيه فيها. صح. تغير الوجوه خاصه الناس الالوان حتى الألوان. من ما يحول لدم. أيوة. مثلا يعني الشيء الاخر اذا واحد مثل يعني يصور ما في سحاب يجيب لك سحاب مكان ثاني ويقول لك اسواء غايمه واجواء جميله، هي اجواء غبره لكن هو يجيب لك اياها بطريقه مختلفه يعني. حتى الزرع يعني انا قاعده اشوف مره حد قاعد يعمل فوتوشوب في الطياره عنده صورة وقاعد يعملها فوتوشوب. ما تتخيل كيف يقطع الزرع من مكان وعبى كل المكان اللي فاضي. فاستغربت يعني قلت هذه خدع، يعني يخدع الناس بهذه الصورة. إلى أي مدى المصداقية مهمة للمصور؟ أنا أقول لك المصداقية أهم شيء، بمعنى معالجة صورة كما قال يعني كثير يعني سلاح ذو حدين، أحيانا تلغي جماليات الصورة كامل. وفي كثير مسابقات أنا نحضر بتحكي المسابقات نتفاجئ بصور واضحة نشوف أنها في معالجة ومعالجة أكثر من اللازم، وهذه كثير فقد مصداقية الصورة. ويضيعوا أحيانا، هم يضيعوا على على على, على, على نفسهم المصورين للأسف، خاصة الناس اللي في بداية يحبوا كثير يتعامل مع برامج شوب لكن ما يعملوها بطريقة جميلة تعطي صورة جميلة. أما استحضرنا ذاكرة. تفضل. أنا من الأشياء اللي ما أنسى حياتي كنا في قمة جبل سمحان، وهي قمة جميلة وكان السحب تحت. للأسف الشديد وأنا قلت حد من هذه القصة إن كان المكان منثور بكثير من من من, من الأشياء. أنا ما أحب أصور صورة ما جيدة يعني، فتلميت يس أكثر من نص ساعة من المخلفات في ذاك المشهد عشان تنظفه أساس على الجنب الزحف على الجنب وأصورها. لو كان قد ديجيتال كان بس في قدام الكمبيوتر وعمل كليك على بعضهم وشيلها. صح. لست أكثر من ساعة حتى زملائي كان يضحك علي قوته يقول لي خميس باقي هنا قوته أشيله. وأنا مستمتع أني بنظف المكان لأنه ما يهم ما يأرضى أصور صورة تشوه لعمال يعني. تصنعي صورة. أنا مع موضوع أنه نستخدم وسائل المساعدة فوتوشوب وغيره. في النهاية إحنا في عالم الديجيتال اضطريتي أنك مضطرة جدا كمصورة فوتوغرافية بوجود آلة التصوير الديجيتال معاك أنك أنت تستخدمي هذه البرامج، لكن أتوقع كل شخص يقيس لنفسه يعني مدى استخدامك بحيث أنك أنت ما تلغي تماما جماليات صورة فوتوغرافية. في النهاية هو عمل فوتوغرافي مع عمل فوتوغرافي، اللي يهمك في النهاية اللوحة. لكن أني أدخل في البعيد كثير أني أنا أشتغل عليه. تصنعي صورة داليا، يعني إحنا نشوف مثلا كثير من المصورين في بالة حاجة معينة. نعم. أنا أريد
الطفل بملامح معينة، يروح يبحث عن ذلك الطفل بملامح معينة، يلبسه زي معين، هل تكون الصورة بالنسبة لك كذا طبيعية، ولا يفترض أنه مثلا الطفل كذا هو جاي بهذه الملامح وبهذا اللبس؟ هو أحيانا الفكرة، إذا كان المصور في باله عنده فكرة، أتوقع يعني ضروري أنه هو يشتغل على موضوع كامل، السكريبت اللي باقي يخرجه من خلال إطار فوتوغرافي. يعني الحين مثلا تريد تبين على سبيل المثال حالة فقر، وما عنده الإمكان أنه يسافر أو يسافر في بلدان وإلى آخره، فممكن يصنعها كفكرة، لكن الغرض من هذا، أيوة الغرض إيش يعني؟ هل أنت تريد لما تيجي تكتب مثلا أو تخرج هذا العمل الفوتوغرافي تقول والله أنا سافرت إلى آخره، ولا هو فعلا تقول أنا صنعت هذه الصورة بحيث أن أنا أوصلها كفكرة؟ هي أنا أعتقد كله يعتمد على المصور ومصداقيته في الرسالة اللي يريد يخرجها من خلال هذا الإطار المؤطر، يعني الأعمال الفوتوغرافية. إذا تكلمت عن الفوتوشوب أو إذا تكلمت عن برامج المساعدة بوجود التقنيات الحديثة، فكرة وجودها أرجع أقول لك أعتقد أنه المصور لازم يقيس على نفسه مدى استخدامها. الحين ما أنك تستخدم في صور فوتوغرافية وبس، في فن اللي هو يسمى الفن المفاهيمي، تصوير فوتوغرافي المفاهيمي، أعمال تتكلم عن أفكار مبهمة، تتكلم عن أفكار ممكن تكون كئيبة، ممكن تتكلم عن أفكار، أعمال مدمجة مع بعضها البعض، ممكن تشوفيها أنت ما تعرفي هذه لوحة فوتوغرافية ولا هذه لوحة فنية مرسومة. مسألة دمج الألوان، الصورة الفوتوغرافية هل هي صورة فوتوغرافية ولا هذه الألوان المدموجة فيها كأنها مرسومة بريشة. لكن أنا أعتقد هو عالم مفتوح، هو عالم مفتوح مصور للفن وللإبداع، نعم، ولتوصيل فكرة في النهاية. من حق كل شخص يوصل فكرة اللي هو باغيها من خلال هذا العمل المؤطر. نعم، عندنا سؤال آخر عندك أسعد. في أمسية ضوئية خارج المألوف، أصغر مصورة حاصلة على وسام فنان الفياب تفتتح معرض الفوتوغرافيا التشكيلية للمصور إبراهيم البوسعيدي. الأجيال وكيف تتناقل الثقافة، فكيف أنه ماسك يعني الرجل الكبير سيف ينظر للولد. تحتفل مع الكبار بفرحة تضاف إلى رصيدها الفوتوغرافي. عجبني صورة لأن امتزاج الفوتوغرافيا مع الفن التشكيلي هو تطور جديد في الفوتوغرافيا والتصوير. يعني هذا شعور رائع جدا، بحيث إني أنا أمشي كل يعني أمشي على صورة وتطور. هذا تقرير مصور في التلفزيون بث لمعرض الأستاذ أحمد إبراهيم البوسعيدي عفوا، فقرر أنه اللي تفتتح المعرض أصغر مصورة في ثياب وحصل على الوسام. صحيح، عرفتوها؟ ريا البوسعيدي، وأنا حقيقة بتكلم نقطة عن ريا، هي ريا بنت حمد، أبوها مصور فوتوغرافي وأختها مصورة. أيوة، والشيء الجميل ان يعني اخونا حمد جزاه الله خير يعني مهتم كثير بالجانب انه صور فوتوغرافيه، وايضا بناته عندهم مهارات في التصوير الفوتوغرافي. ممكن وراثه يكون هالموضوع، يعني انتقال الجينات، احد من اولادك. أيوة، استاذ. أيوة، انا عند اولادي معظمهم في بداياتهم يعني يتعلموا التصوير الفوتوغرافي، ودائما يطلع رحلات ووزع عليهم الكاميرات، وبالتالي هم يصوروا يعني في بعد، وبعد ذلك دخلوا في مراحل الدراسة المتقدمة شوية تقلد من التصوير. فهي ممكن تكون تهيئة الأب والوالدين إيش دورهم، تهيئة في الموضوع في أو لا يعني أيوه. عيالك أيوه. ممكن أنهم يدخلوا في مجال التصوير. فأنا أوجه التحية للمبدع ريا، وهي أتوقع أتمنى يكون لها يعني مستقبل زاهر في تحقيق التصوير الفوتوغرافي، وخاصة البدايات لما تنمو هذه الهواية مع بداية الطفولة وتحصل صقل واهتمام وتشجيع، أتوقع بتكون مستقبل يكون لها دور كبير. هذه أيضا عليها أربع درجات. بعد عندك سؤال أسعد، خلنا نأخذه. هاي أغنية مسرعة لفنان مشهور عبد المجيد عبد الله. عبد الله بعد تغششهم شوية. والله ما
كاظم الساهر. كاظم الساهر. كاظم الساهر. كاظم الساهر. أنا قلت كاظم الساهر. معلم هواي ترى عليه درجة واحدة ما كثير ما كثير. أسعد والله أنا حتى ما عرفته يعني والله برافو عليك داليا ما شاء الله داليا كثير مهتم بالجواب هذا بالتالي هي أنا معك أستاذ خميس لبعد الحلقة إن شاء الله زين إحنا عندنا بعد سؤال قبل أن ننتقل للمحطة الثالثة من برنامجنا مجموعة من الصور العالمية اللي اشتهرت كثير صورة صورة هذه الصورة هذه صورتين لنفس المصور صورة ل خلينا نقول وجه بس أشرح الصور للمستمعين هي صورة بورتريت تعتبر يعرض ربما هذا المصور روايات شعوب المعزولة والقبائل التي تعيش في الطبيعة في أكثر من 16 دولة هذه الصورة وهذه الصورة يمكن هذه الصورة الفتاة أيضا مشهورة كثير هذه وهذه ممكن داليا عرفتي جيمي ميلسون جيمي ايوه صورة تصوير جيمي نيلسون صور تصوير القبائل والشعوب هذه الصور وايد مشهوره أيوة. تصوير القبائل والشعوب هذه يتطلب كثير جهد والسفر ومسافات بعيده وخاصه ما كنت تعيش في الادغال وتعيش في الصحراء هذه صوره لمصور عالمي صور لاجئين في التبت يعرض حياتهم الصعبه وتعبيراتهم الحزينه والقاسيه بطريقه جدا جميله شوف الصور هذه شوف الصوره استاذ خميس مشهور جدا هذا المصور يمكن تكون بورغيه يمكن تكون بورغيس بالفعل بورغيس في البورغيس يلا واحد نشوف داليا صورتك هذه الصورة صورة أيضا مشهورة عرفتيها؟ هذه المصور يصور صور الفقراء اللي تعيش في شوارع العالم جيبرسون أيوة صحيح يعني عرفتوا العالمين أكثر من المحليين الله يسامحكم هذا اللي حصل إن هذيلا مشهورين كتب جدا كتب ومعظم المصورين في طرف عندهم بعض الكتب حافظينها وبتكون يعني طيب بتقابلين. طيب هذه الصورة مشهورة جدا عيد ميلاد أينشتاين حاب إنه يوم ميلاده ما تكون الصورة عادية لما يخرج لسانه على سبيل الدعابة صورة فريدة من نوعها التقطت في ذكرى ميلاده عام 1951 هذه من المصور وشي زي انت محضره ما شاء الله عليك لشي هذه يمكن ممكن تكون ارثر على الصوره دي ايوه وعلى فكره كان سابقا ما كان شيء من فوتوشوب فتلاقي الحركه لو كان فوتوشوب كان يعملها بطريقه مختلفه يعني ارثر سيس يعني بالفعل تستخدم كثير للفيزياء هذه الصوره اللي بالفعل ابكت الملايين وصوره جدا مشهوره داليا صوره النسر اللي ينتظر وكان في حيره هنا الكاتب انه هو هل ينقذ ام يلتقط الصوره هذه لها حكايه اولا هو لكيفن كيفن 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 سمثينج والله ما ذكر ايش اسمه كيفن مارتي حكايه كيفن بيرتر كيفن بيرتر كيفن أعطينا الحكاية خلينا حكايته هو طبعا طير النسر هذه مأخوذة في السودان بالمناسبة أيام المجاعة الصورة السودان ولا الصومال في السودان جنوب السودان لمصور جنوب إفريقي حكايتها أنه كان يصور هذه المأساة في هذه الفترة وهو يلتقط هذه الصورة شاف طفل كان كثير مقولات أنه هي بنت وهو أصلا ولد عبارة عن ولد يحاول يصل إلى مكان الإغاثة يزحف وكان هذاك الطير ينتظر وفاته وكان المصور انتظر ما يقارب 20 دقيقة على أساس يلتقط هذه الصورة وأثناء انتظاره لالتقاط هذه الصورة الطير ما تغير يعني كان هو يحاول أنه يأخذ الصورة لما يحاول ينقض عليه يعني بس اللي صار أنه الطير ظل جالس على جلسته هو واقف ينتظره والطفل كان يحاول يزحف
والتقط الصورة بعد كذا حاول إنه هو المصور إنه يبعد هذا الطير النسر. أيوة وطردوا للنسر. انتشرت طبعا هذه الصورة بشكل كثير كبير عالمي وفاز بعد سنة إلى سنتين المصور جداً. أيوة بجائزة. لكن لما أخذ هذه الجائزة المصور كثير ناس هاجموا اعتبروا إنه هو يسوق كان أيوة يسوق لموضوع الموضوع لنفسه أولا وللأسف الشديد دخل في معاناة نفسية صراع نفسي لأن تم يتساءل الناس يقولوا أنك أنت ما أنقذت الطفل أنت صورت وكان أنت حالك حال هذا النسر تنتظر كنت وفاته ما ساعدته وما وصل لمرحلة أنه هو يروح يشوف إيش اللي صار في هذا الطفل أو هذه الطفلة. بعد كذا للأسف بعد كم سنة حتى من نيل الجائزة كاتب رسالة المصور الصحفي انتحر لأن تأثر كثير من الكلام لأنه هوجم بشكل جدا كبير. بعد كم سنة إجا صحفي آخر بحث عن هذا الطفل وراح للقبيلة وراح للمكان اللي كان التقطت فيه الصورة صحيح. وعرف أنه هذه القبيلة أصلا تكثر فيها هذا النوع من الطيور في جنوب السودان وسأل عن هذا الطفل وعرف أنه هو عاش وصل لمكان الإغاثة وعاش لمدة ما يقارب 14 سنة ولكن سبحان الله توفاه الله بمرض الملاريا ما أكلت الطيور الله. لكن كيف أنه الصورة تغير وكيف التأثير يغير خاصة أنه المصور يعني كثير تأثر نفسيا ما كان هدفه أبدا يعني خاصة أنه هو بعد ما التقط الصورة أصلا عاش فترة كثير من الصراع النفسي حتى اللي كانوا معاه مصورين آخرين صحفيين تأثر من المشهد وجاته حالة نفسية وما قدر لأنه ظل فترة طويلة يبكي حتى لما رجع إلى المخيم مع البعثة اللي طالع هو يصور فيها هذه المأساة زميله كان كاتب عنه أنه هو جلس ما يقارب إلى يعني أسبوع حتى بشكل أكبر في حالة من الكآبة حالة من الكآبة ويقول أنا وألتقط هذه الصورة أتذكر بنتي فلما كتب رسالة اللي هي توفى في سيارته حبس نفسه في أول أكسيد الكربون أيوة انتحر يعني فكتب الرسالة وذكر أن أنا لازلت أتخيل هؤلاء الأطفال وأصواتهم أن أنا ما أنقذتهم لأنه هو ما قدر مرة ثانية يروح يشوف لأنه عاش في حالة كآبة فشوفي كيف صورة ممكن تغير تغير في حياة المصور هو أيضا الهجوم على نعم. على الناس يعني هذا جدا مؤلم يتوقعوا أنه هذا الإنسان المشهور يعني مجرد من كل الأحاسيس والمشاعر فيتم مهاجمته وما يشوفوا أبعاده وتخيلي لو هذه الصورة مثلا التقطت في زمننا هذا الحين في هذا الوقت من التواصل الاجتماعي أتوقع كم المهاجمة صحيح. وكم السلبية اللي ما كان ممكن يوصل له بينتحر في حينها بينتحر في حينها شيء مؤلم بالفعل أضيف حاجة تبقى دائما تصوير الصحفي وتصوير هذا المآسي يعني هو في حاجتين المصور كان بخيارين يا يعني أنه يصور المشهد بشكل سريع يعني هو بشكل سريع أو أنه ينقذ لكن طبعا هي أولية لو انقاذ. انت مكانه استاذ طبعا انقاذ في كل في كل في كل, في كل موقف بس ما هاجم الطير يعني ليش حكموا عليه بسرعه الاطار يبين كانه الطير يترقب بالنهايه الناس ما تعرف هل هاجم ام لا هاجم من الصوره والقصه اللي نسقت عليها ويان مقاعه يعني هو هيك كان تاثير تبقى حاجه وهدم يعني في بعض المشاهد انت ما ممكن تنقذ الناس يعني في الحروب وبعض المشاهد لكن المصورين اللي يصوروا المشاهد الصحفيه القويه المؤثره اللي فيها معانات الناس في الإنقاذ أو محلات الغرق يعني هذه أيضا من الصور المشهورة جدا أستاذ خميس هذا سؤال لك هذه صور طفلة هذه أيضا لها قصة وأنا أحب أوردها بشكل يعني مختصر لستيف هذا مصور معروف وهي اللي كانت أحد اللاجئين في أفغانستان في الحروب كانت في أفغانستان في الحروب ناس تلقى في المخيمات فعجبتها الصورة عجبتها الالتفات الجميلة في لحظة سريعة التقط صورة وأكثر ما يميزها عيونها الزرق متوقدة وفيها نظرة قوية نظرة المصور والهروب من 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 بالخجل نفس الوقت فهذه الصورة فيها تحدي أنا أشوف تحدي الصورة صح؟ تحدي كبير ولكن القصة الجميلة اللي فيها إن هذا المصور هو يشتغل ناشونال جيوغرافيك راسلوه راح بعد 20 سنة أيوة ولكن مخيم لاجئين في أفغانستان وعملوا فيلم خاص جدا لهالقصة هذه الفيلم هذا يعني كان يتبعها وتم يتبع من جهة لجهة الجهات العسكرية والمخيمات لحد ما وصل طبعا هي تزوجت وراح انتقل وطبعا هو في أفغانستان من الصعب جدا انهم يعني يكشفوا عن بناته او شيء صحيح لكن بيقنع وهدف من عمل الفيلم هذا وافق الزوج انه يكون صور مجموعة صور وفي النهاية الفيلم نشروه الفيلم اكثر من في القنوات
وبعدين هو يعني شيء جميل، الصورة اللي التقطت بعد 20 سنة تغير كبير للبنت هذه. والدليل انه هنا يعني مش عيونها تغيرت ولا لا؟ لا عيونها ما تغير، عيونها هيك بس ما تغير، لكن وجهها ملامحها في خلال 20 سنة تغير كبير، يعني صارت كبيرة حتى كانها عجوز. وحياة الفقر والترحال والتغذية والامور عدم الاستقرار الامني عندهم في افغانستان، هذه واجهت تأثير كبير. لذلك يعني تبقى يعني دائما سبحان الله البيئة كيف، لكن تبقى أثر. صورة هنا يهمني النقطة ان كيف بعض الجهات او ترعى هذا النوع من الاهتمام وتمول بكل ما يعني بكل مكان بجت مفتوح لشيء يصور وفريق يصور فيلم عنه، ما أنا في جهات ترعى الجانب ذا. كنت أتمنى إن هذا المصور العماني يعني إذا كان فيه أشياء ذي القبيل أفكار ما هذا أفكار مشابهة إنه يكون مولو هالنوع من الأشياء. نعم. هذه نفس الصورة التقطها أو نزلها لنا في كتغريدة علي خاطر النجاتي، تحياتنا لك. من أجمل الصور الملتقطة والتي راقت لي رأيك داليا مثل هذه الصورة، طالب رأيك في نفس الصورة الفتاة الأفغانية. أنا عاد أقيم ستيف مكاري. طبعا ستيف مكاري صدافه بيت الزبير وسوى معرض عنا في عمان من سنتين. أيوة وعرض هذه الصورة كانت متواجدة في عمان من سنتين تقريبا أو إلى 3 سنوات. فكان لي الشرف اني انا اقابله، حتى كان كثير من الناس يسالوا. الملاحظ بالمناسبه ستيف مكاري انا حسب ما اتذكر انه هو عنده يد مقطوعه بالفعل، ومن خوضه في هذه الحروب والبحث عن صور فريده وملتقطها. صورتي في الصوره طبعا ستيف مكاري صوره يمكن تخلد، ما اتوقع انها هي ممكن من الصور المكرره، صور يعني كونيه تطلق عليها لانها خالده في التاريخ، خالدة. تبقى مستمره، ما ممكن تكرر مثل موناليزا. يا يعني سبحان الله لما الكاميرا تعطينا صورة تظل ذاكرة الحياة ذاكرة الكون من هالصور يعني. ننتقل شوي للمستمعين. محمد آل شاب تحياتنا لك، يقول سؤال الأستاذ خميس المحاربي، كم صورة لك في منطقة العمقات؟ هو العمقة دعت هذه واجد يعني أكثر من 15,000 صورة، لأني مصور العمقات يعني بكل تفاصيلها، الأعياد والمناسبات حتى لما تصير أنواع مناخية والأهالي يشتغلوا في القرية يشيلوا معوقات الأشجار الطايحة على الشارع والنخيل. صور أنا كل شيء تصور؟ أحاضر وبعضهم يضايقوا، ولي قصص وقات من وقت الأعياد والمناسبات هم يشتغلوا بين أشتغل معهم وأنا أصورهم ويزعلوا علي، لكن بعدين لما شافوا الصور وخاصة أولادهم حسوا بقيمة الصور هذه يعني. جميل. أيوة. محمد تبوك أستاذ الفن والجمال خميس المحاربي، أي تحية لك. خميس المحرزي، صورة من ذاكرة، راسل لنا صورة ما أعرف وين بأمانة، يمكن أستاذ خميس تعرفها وين. هذه ما ممكن يكون صور باطنة أتوقع، هذا ما أذكر حاجة ما أعرف ولا أنا. أيضا خميس أيضا رسل لنا نفس الصورة اللي تكلمنا عنها، صورة اللي سردت قصتها داليا معانا ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليك. احنا بنريح المستمعين بفاصل وننتقل معكم إلى المحطة الأخيرة بأسئلتها أيضا. العبق عانق سمانة، شعلة بين النجوم، حرفة أجيال وأمانة، مهنة أجيال تدوم. مؤسسة الشعلة، متخصصون في العطور الفرنسية والعربية بلمسات من رائحة اللبان، بأيدي متخصصين في مجال التجميل والعناية بالبشرة، مجموعة العناية بالجسم والبشرة مستخلصة من زيت اللبان الحجري. بإمكانكم زيارة فروعهم في ولاية صلالة، صلالة غاردنز مول، شارع السلام، ومتحف البليد أرض اللبان، وفي مسقط بانوراما مول والأفنيوز. 99103099 93561272 95711113. وبإمكانكم زيارة الصفحة عبر الإنستغرام الشعلة _ شوب. تبيني لك مثل أول وبعد ما صار لك أرجع على عيني ولا تزعل، وش اللي بس لك يشفع؟ ترى الأشياء تتحول ولا يتكرر المقطع، وتبيني لك مثل أول على عيني ولا تزعل. تبيني لك مثل أول بعد ما صار
حوال ولا يتكرر المقطع. تبيني لك مثل أول بعد ما صار لك أرجع. تراني غبت ومطول ولا عندي سبب مقنع وما بتسأل أو أسأل ولا بيشوف أو أسمع. تراني غبت ومطول ولا عندي سبب مقنع وما بتسأل أو أسأل ولا بيشوف أو أسمع. ما دام إني قدرت أرحل لا تتوقعني لك أرجع. تبيني لك مثل أول بعد ما صار لك أرجع. ما دام إني قدرت أرحل لا تتوقعني لك أرجع. تبيني لك مثل أول وبعد ما صار لك أرجع. أهلا وسهلا فيكم معنا من جديد مستمعينا في لولو مرجان، الحلقة الثانية من هذا البرنامج. أتمنى أنكم بالفعل ياسين تقضوا معنا وقت ممتع مع المصور الأستاذ مرجان الليلة خميس المحاربي ولؤلؤتنا المصورة داليا البسامية. أهلا وسهلا فيكم معنا من جديد. شكرا جزيلا لشركات والمؤسسات اللي قدمت هدايا لنجوم الحلقة: مؤسسة الشعلة للعطور ومستحضرات التجميل، مجوهرات عاطفة، بيت الدنيا عالمي أحلى، هند الشيوخ، الليلك لمستحضرات التجميل، أجود للعود باتشي، وسلة الورود الحمراء. احنا متواصلين معكم مستمعينا وبنحط معكم في المحطة الأخيرة من حياة الشخصيات اللي معنا. البداية المحطة الأولى كانت مع داليا، المحطة الثانية مع الأستاذ خميس. نرجع لك داليا، المحطة الأخيرة كيف ممكن أن نصفها؟ ثبات أم عدم استقرار؟ ثبات. ارتواء أم عطش؟ أتوقع لازلنا في مرحلة العطش. ثروة أم إنجاز؟ إنجاز. علمني التصوير. أثق بحدسي. من صوري ممكن أن أصنع. عالمي الخاص. حلمي تحقق أم لا زال في طور التحقق؟ ماذا كان هو؟ أن أستمر في التصوير. ما زلت أخطأ، نعم أم لا؟ نعم. صنع الخطأ مني. عفوا؟ صنع مني الخطأ شخص أفضل. سأترك التصوير يوما ما. لا. لا. اسمي سيظل خالدا أم أعمالي ستظل خالدة إن شاء الله؟ طيب الأعمال تظل خالدة بتوقيع الفلان الفلان، يعني يقول أن الصورة هذه لفلان الفلانية، مسار التصوير إن شاء الله. الصورة تعبر عني أم عن الناس؟ لوحتي، صورتي تعبر عني أم عن الناس؟ أعتقد أجبنا عليها. هو أن الصورة تعبر عني جزء من عندما تخرج، وعندما يقرأها الآخرين تعبر عن جزء هم. السلطان في صوري، صاحب الجلالة. السلطان في صوري، أتمنى أن ألتقط صورة لصاحب الجلالة إن شاء الله، أمانيش تتحقق إن شاء الله. أستاذ خميس، المحطة الأخيرة من حياتك، ثبات أم عدم استقرار؟ ثبات أكيد. ثبات. ارتواء أم عطش؟ والله هذه ارتواء. ارتواء ما شاء الله. ثروة أم إنجاز؟ أنا عملت ثروة. عملت ثروة، ممكن للصورة الفوتوغرافية. جميل. علمني التصوير. حب الحياة. من صوري ممكن أن أصنع. أصنع يعني من صوري يمكن أصنع تاريخا. تاريخا. حلمي تحقق أم حتى الآن أنا تحقق وعلي حفظ هذا التحقق. جميل جدا. ماذا كان هو؟ هو اللي هو أرشيف قومي لعمان من خلال الصور الفوتوغرافية. جميل جدا. ما زلت أخطأ أم لا؟ لا. لا. صنع مني الخطأ يوما ما. صنع مني الخطأ يوما ما، يعني تجديد برؤية مختلفة. سأترك التصوير يوما ما. حتى الممات. لا يعني لا لا. اسمي سيظل خالدا أم
أنا أشارك الأستاذ لسلس لجابة الاسم يظل خالدا بوجود الصورة. بوجود الصور جميل. وهذه إهداء من عندي فرصة أقولها إهداء لكل كل عمر هالصور يعني. صوري تعبر عني أم الناس أم المكان؟ تعبر عن الناس والمكان. الناس السلطان في صوري هو؟ سلطان في صوري يعني تألق وزهوا من خلال أكثر من 10 مناسبات صورت مولانا السلطان المعظم ربي يحفظه ويطول في عمره. وأنا ما زلت هالصور علقهن في 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 مكتبي في أماكن مختلفة وأعطيهن بعض الزملاء الصور اللي على الرسمية. فهذه يعني ذاكرة جميلة وموجودة في الأرشيف مالي كذلك. جميل جدا. أسئلة المحطة الأخيرة وما بقالنا الكثير من الوقت. أسعد عندك سؤال إذا ممكن. ركزوا في جواله الصغير بدأ موهبته التي تكشفت بعمر 13 عاما عندما كان يشارك غيره بمسيرات احتجاجية في الخليل ليصبح بعدها أصغر مصور فوتوغرافي. هذا أصغر مصور صحفي واستضافته أكثر من قناة تلفزيونية. هو طبعا من الخليل من فلسطين، شجاع وجريء جدا ويلتقط الصور متى ما كانت هناك احتجاجات، هناك مسيرات، هناك يعني أشياء أخرى. تلاقوه هو ومع كاميرته التليفون لا لا كاميرا كاميرا كاميرا, كاميرا. وعنده هذه الكاميرا الزوم بعد الطويلة يعني مكتمل الآن صار مقربة. عرفتوا هذا ما لي أنا بعرفكم عليه وأتمنى يعني تكتسبوها كمعلومة. هذا التقرير بث على قناة الحرة موجود على اليوتيوب. كان في سؤال هل هو أصغر مصور صحفي في العالم؟ هو اسمه أسامة عابدين. أسامة عابدين. إنزين أنا طلبت منكم في البداية أول ما دخلتوا الاستوديو بعض الأسئلة تجاوبوا عليها. البداية معك أستاذ خميس. بنشوف إلى أي مدى تقدر تقرأ الأشخاص اللي جنبك واللي تعاملت معهم، منها لؤلؤتنا اليوم الأستاذة داليا. هو أستاذي أكيد بيعرف. إيش تتوقع ألوانها المفضلة؟ ألوانها أنا أتوقع ممكن لون الأرض، هي أتوقع أكثر شيء، لكن بين لون يا خياري بين لون الأرض البني أو اللون الأزرق. هي ألوانها فضل الأزرق أتوقعها يعني. غششتي والله ترى أنا قاعدة أشوف الورقة. إنزين الفنان المفضل لها تعتقد من؟ الفنان المفضل خاف يكون أقدم نفس الموسيقى اللي قلتك من زمان، الموسيقى ذيك اللي سمعناها. على فكرة يعني ألوانها المفضلة خلني أشير تحب الكحلي والأبيض والبنفسجي. على فكرة اليوم أنا كان المفروض ألبس كحلي نفس لون درجة اللبس اللي عليك بالضبط، آخر لحظة بس غير. الفنان المفضل بلها من تتوقع هي يعني داليا تسمع لي من؟ هي داليا إنسانة عفة، عندها قدرات حسية كثير وتتوق الموسيقى كثير يعني يمكن نعرف أجنبي ولا عربي يعني. ما غش. خبرين يعني هو في خليجي وفي عربي. في عربي. أي شيء يقول يعني من يخطر في بالك؟ أعطينا لك أول حرف داليا على الأقل أول حرف. لا أنت تقرأ شخصيتها ما شرط إنه يعني مو شرط. هي عارفة إنها تحب الموسيقى الكلاسيكية هذا نعرف عن داليا. فنان اسم مطرب. كاظم الساهر أو من؟ كاظم الساهر. طيب عربي. عربية. عربية. أم كلثوم. أنا مثل مثل ما أم كلثوم. ما كلثوم. حرف الفاء. فيروز يا سلام. محمد عبده فيروز. إيش تعتقد هوايتها غير التصوير؟ وأنا في التصوير هي تحب اللياقة وتحب الموسيقى. أيوة الرياضة. تشجع شيء من الأندية تعتقد ولا لا؟ هي تشجع نادي الرستاق. هي قالت أنا مالي في الرياضة. أنا صعب لها عفزة. طبقها المفضل. هي تحب الحلويات داليا كثير. لا طبق مفضل يعني أكل. مقفى سكر صار لي أكثر من أكل أكل. في أكلة بلوشية هي تحبها. بابلوك. تحب الملوخية والبابلو ورق العنب. أنا بأكلش بابلو مرة لذيذ من إيدي. تعتقد تحب القراءة ولا لا؟ طبعا داليا مثقفة جدا يعني وكثير لها طلعات، والدليل إنه اليوم الحوار الجميلة كثير ما أنا طلع يعني. تنفعي مذيعة على فكرة. عملي ليش برنامج معنا. إيش اللي تقرأ هي؟ هي تقرأ كتب الفن.
وهذا أكثر شيء في الجنب. وبعدها هي أكثر شيء مجال الفنون أكثر تقرأ وتصنيف. لا هي تقرأ روايات عبد الرحمن منيف وروايات مترجمة لذا كلمة من الأدب الياباني. حلو ذي الكتاب أنا عندي بس ما قريته. يدا أبي. أيوة. وحاليا تقرأ يدا أبي. البلد المفضل لزيارته تعتقد وين تحب تروح؟ وين البلد اللي يناسبها يعني تعتقد؟ هاي فار إيست. فاريس هي يعني ده من الياباني فقال لك فاريس. لا هي تحب تروح فرنسا. كيف فرنسا او سويسرا اتوقع. هي انسانه قريبه قريبه. هي النمسا وتركيا. تتقن اللغات فرنسي اتوقع ما انجليزي وفرنسي. تعرفي فرنسي؟ ما تعرف فرنسي. انجليزي صح. العربي طبعا. عطورها المفضله تحب العربيه ولا الفرنسيه؟ فرنسية. تحب الاثنين هي. يلا بنعتبر لك صح. أخذت رخصة القيادة في عمر كم؟ يوم الجامعة هي أخذت رخصة القيادة. كم تقريبا؟ يا ريت والله معقولة. يا ريت والله في الجامعة. كم زين تعتقد؟ خلي ما أقول العمر. هي ما زالت صغيرة لكن نقولها بعد الجامعة مباشرة. كم زين؟ هي بحسب 20 يعني. والله برافو علي. 22 سنة. يعني استحملتي ما تسوقي وانت سكن مضطرين. في السكن. أول سيارة كانت لها؟ هذه إنسانة أكيد يعني تذكرها المفترض أستاذ. وصلت المدرسة لما كنت أداوم هذيك الأيام. أيه. مفترض شفتها. أيوة صحيح كانت داوم في الفترة. سيارة حمراء لونها. أشلونها سيارة؟ وحمراء. نوع السيارة. نوع السيارة صعب يمكن شوي السؤال. صعب يمكن تكون مثل السيارة تويوتا. تويوتا ألمانية. ألمانية. فولكسويغن. إنزين. عند الملل إيش تسوي؟ عند الملل تسمع موسيقى. لا عند الملل تصور. عند التوتر ايش تسوي؟ عند التوتر انا عفها دالي انسانه كثير قدرات فنيه فتوقع يعني موسيقى او تكتب او شيء. توتر ما تكتب اكيد لكن اكيد يكون يعني توتر تشوف تحب تشوف الطبيعه تشوف الصور الفوتوغرافيه تشوف نام تنام اذا متوتره تنام. عند القلق قلق ايش القلق يعني شوف أنا حاول أحاكي شخصية المصور وشخصية الفنان فيمكن يكون هو حل القلق ونحاول يعمل الأفكار يعني يرسم شخبطات وبالتالي يقدر يكون ذاك يعني في كتابات غلط تكتب تكتب زين. عند السعادة كتابة سعادة. عند السعادة إيش تسوي؟ يمكن سعادة كنت تحب هي دائما على فكرة أعمال فنية ممكن تكون ترسم تتورسيا. لا بعد تكتب إنزين. كم أستاذ خميس جاب في اختبار تحليل الشخصية؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دورتش داليا نشوف تعرفي تقري الأشخاص أم لا. الألوان المفضلة للأستاذ خميس بسرعة ترى ما عندنا وقت. ألوانك المفضلة أبيض ترابية بني الترابية صح بني. يحب درجات البني والأزرق والأخضر. الفنان المفضل محمد عبد يمكن. عربي إنجليزي؟ هو كاتب عربي. عربي أوكي. ذكر هو حتى عماني. عربي عبد الحليم. الهواية غير التصوير هي تعرفني هي تعرف السفر أي المغامرة والرحلات. ويحب تجميع الصخور النادرة أيضا. النادي المفضل فنجة. الطبق المفضل إيش يحب يأكل؟ مكبوس. لا يحب الهريس. الهريس الله يجيب بالي بس. يحب القراءة أم لا؟ لا يقرأ. نعم أم لا أم أحيانا؟ يقرأ نعم. لا أحيانا. اللي يكتب يقرأ. ماذا تقرأ؟ يقرأ في الفن. ماذا يقرأ؟ في الفنون. لا في السياسة. هو يحب القصص والمغامرات. جميل. البلد المفضل لزيارته فار إيست. أيوة اليابان. هي لكن ما قالت إنك يعني اليابان يعني لما يقول فار إيست اليابان. يتقن أي اللغات؟ العربية والإنجليزية بس. بلوشي ايش دخلها بالبلوشي؟ حربي ايش دخلها بالبلوشي؟ فرنسي
نو لا لا قلتي الانجليزي اعتبرها صح الانجليزي والياباني علمني كم كلمه من الياباني انا توكيدس انت جميله جدا ايش انا توكيدس ايش انا توا يعني انت انا توا كريدس كريدس انت جميله مو كريدت كريدس العطور المفضله عند استاذ خميس عربيه ام فرنسيه عربيه لا فرنسية فرنسية طيب يحب التوابل ولا الورد ولا الفواكه ورد ورد صح أخذ رخصة القيادة في عمر صغير أتوقع 18 16. أيوة 18 أول سيارة كانت استرجع ذاكرتي بطل فيها أنت ما مولودة يمكن كانت لحظة لادة لا لا خطأ عملية خطأ عليها خطأ كبير ما عملها مرسيدس مازدا 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 موديل قديمة 66 أتذكرها موديل أوكي عند الملل إيش يسوي يصور عند الملل يصور تصور تكتب لا عند الملل يمشي في الطبيعة عند التوتر أستاذ خميس لما يتوتر يتصل بصديقه لا يسمع موسيقى هادئة غلباش تراها هو يعرف يحلل شخصيتش أكثر عند القلق إيش يسوي يصور يمشي قريب يكتب إذا في علاقة بالتصوير يرسم لا خطأ لا ما يرضى ساعدش أنا ساعدتك أستاذ خميس ما ساعدتي لا درجة يتأمل صوره في الجهاز يقول عند السعادة إيش يسوي عند السعادة واجد زيد علي ما حبرش ما علي ورجيني الورقة شوية ندى إيش يسوي لما يكون فرحان أنا سويت له كذا يكتب لا أنا بعد غششتك ما يصير يعني فايزني يا ما يصير شوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تعادل تعادل والله الأخير مكسوبة الأخيرة هذه تعادل تقريبا احنا وصلنا معكم لنهاية الحلقة نشوف من اللي فاز الحين 1 2 3 4 8 9 10 طبعا أشجع داليا من الآن حتى أنا فزت أنا أشجعها يعني في كل الأحوال لأن هي 1 2 3 4 8 9 10 11 12 ونص + 9 23 22 فرق واحد بس بينكم لا شوفي عدي هو عدي 14 و9 وهو 12 و9 فرق جدا بسيط هو طبعا انا ادالي هذه بالي انا فرصه اليوم اشوف انا وانا شيء يسعدني الناس في عيش معاهم في محطات زمنيه يتألقوا أنا الشرف لي أستاذ خميس إني أنا أستضاف شرف جدا كبير لنا وجودك شرف جدا كبير لنا ويعني الله يعطيك الصحة والعافية وبعد مثل ما يقولوا السن الأحكام يعني أنا لو جابوا لي هذه مستحيل إني أنا أتذكرها يعني داليا بعدها صغيرة العمر كله لكم إن شاء الله هذا الطفل برافو عليك علي النجادي هذا اللي ذكرتكم عنه أسامة عبدين شوف كاميرته أستاذ كيف كبيرة أسامة قربة استخدم نيكون كانون ما أعرف والله بس بعد عنده كاميرا أكبر هذيك اللي يستخدموها تليفوتو اللي يستخدموها في التصوير الرياضي الملاعب يسمونها عدسات مقربة آخر الرسائل عندنا ريتويتس من أقول لكم من آخر التغريدات علي خاطر هذا أصغر مصور أسامة سليمان العاصمي ندى البرنامج جميل رائع مثل هؤلاء الأشخاص وغيرهم في الساحة بس ساعتين ما يكفي حوار والمستمع والسمع لهم بس بقول ربي يوفقهم
مع انه احنا شتاء وليل طويل لكن انتهى الوقت خلاص. علي خاطر نجادي مسك الختام هو اجمل الشكر والسلام. داليا خميس نداف شكر لكم واسعد لكم دوام التوفيق والى اللقاء. كان في سؤال من المستمعين الى اي مدى يفترض انه تلاقوا الدعم، كيف الدعم الحكومي بس عشان أيوة. نعم يعطيني المخرج ممكن نص دقيقه سريعه. انا اتكلم عن جزئيه واستاذ ندى داليا بسامي، التصوير الفوتوغرافي اذا ما حصل دعم من جهات مختلفه يعني فشيء كثير مهم جدا ان المصور يتعب كثير وينتقل من بيئه لبيئه، ينتقل افضل الصور المتلقي تنتفي الفرح وتنتفي السعاده. لكن مواجد تسويق الصور هذه لمواجد دعم من الجهه الحكوميه ما يقدر يستمر او يستمر ببطء جدا يعني. فالدعم الحكومي هذا مهم جدا، التصوير المساعد التصوير رعايه المصورين، اذا واحد عنده اصدار كتاب يدعموه في اصدار الكتاب. انا لقيت دعم استاذ يعني انا خليني اشكرك على الاهداء اللي اعطيتني اياه من الكتاب انسان عمان، كتاب انسان عمان، انسان عمان هذا كتاب، كتاب جميل جدا. هذا الكتاب الثاني بعد الكتاب الاول عمان لجلد الجزيره، عندي الاصدار الاول وعلي اهداء، اهداء جدا جميل شكرا جزيلا. والان فيك اسطور الاصدار الثاني، لكن اصدار الكتاب رقم 3 واتمنى يدشن بعد العيد الوطني ما شاء الله. اتمنى ذلك. قاعد تشتغل عليه استاذ؟ نعم اشتغل عليه. ما حصل دعم من شركات كراعي الكتاب، لكن أتمنى يكون دعم الحكومي يكون أكثر متواجد. وأنا أتمنى أنه صورتي المتواضعة تكون يعني موجودة في أحد كتبك كنوع من الأرشيف والتاريخ لي يا أستاذ خميس. وأنت متألقة يعني، يعني أنا يعني بفتخر جدا أن صورتي كفتاة عمانية تكون موجودة. لأن مفروض صورتك في الكتاب هذا النسخة الثانية إنسان عمان تكون في الصورة في الكتاب هذا إن شاء الله. وأنت على 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 الميكروفون. تعقيبا على السؤال اللي تم طرحه وعلى إجابة أستاذ خميس، أنا عضوة في جمعية التصوير الضوئي وعضو مجلس إدارة. إذا تكلمت عن وجود الجمعية، أصلاً هي جمعية داعم الحقيقي لكل المصورين العمانيين، وإحنا توصلنا عن طريق البريد الإلكتروني دائماً رسائل للمصورين بشكل عام لأعضاء الجمعية. نعم. من جهات حكومية حابة تستخدم الأعمال الفوتوغرافية الخاصة بالمصور العماني أو المصور، أنا أتكلم عنهم كفنانين، غالباً يكون المصور العماني الأولوية لأعماله الفنية لأعماله الفوتوغرافية. مثل ما تفضل أستاذ خميس، جزئية توثيق تاريخ عمان وأرشف التاريخ والأعمال الفوتوغرافية القديمة أو الحديثة من خلال وجود صرح كصرح وجود الجمعية العمانية للتصوير الضوئي، أعتقد هي واحد من أهم الأماكن اللي فعلاً تهتم بالمصور الفوتوغرافي العماني. هي ما تتكلمي عن عمر محدد، انت تتكلمي حتى مثلا الحين كان نتكلم عن المصورة الجميلة ريا. ريا عمرها يعني هي اول ما دخلت وكانت المصورة كانت في الاول ابتدائي، فالجمعية عبارة عن صرح يحتوي كل هؤلاء المصورين الفوتوغرافيين، جزء منها هي كجزء حكومي وتساهم مع جزئية الجهات الحكومية والخاصة اللي حابة تحتوي هذا المصور الفوتوغرافي، تؤطر أعماله سواء في أجنحة الوزارة، في أماكن في الوزارة، مشاركات خارجية. أعتقد أنه هو موجود. وين يعني. وين صوركم موجودة حاليا؟ صورة ليك أستاذ خميس أستاذ داليا موجودة في مكان، وأنتم فخورين جدا بوجود هذه الصورة في هذا المكان أستاذ خميس. أتوقع في كل مكان أنا صور مالي حقيقة يعني موجودة في معظم مجالس في عمان يعني. يا ما شاء الله. يعني مجالس في جبل الأخضر، ومجالس في مصنعة، ومجالس في الباطنة كذلك. والحمد لله أنا أحس بسعادة ما أدخل المكان ألاقي فيها الصور، وخاصة بعض الصور يعني كثير يعني فيها اسم المكان. جميل. وفيها توقيع المصور، وبالتالي هذا فرصة لك. وبعدين كل المجالس اللي يحب ياخذ صور أنا ما أضيف أي تكلفة، فقط عليهم تكلفة الصورة والبرواز، هذا جزئية بسيطة من خدمة الناس أهل القرية أهل المنطقة. جميل جدا. وهذا حاول قدر الإمكان. وكثير ناس يحبوا ينتقوا هذه الأعمال الفوتوغرافية، ممكن يتواصلوا معك بصفة شخصية، حابين ما يوثقوا فقط المكان، حابين يوثقوا الفكرة بشكل عام، يحبوا الفن الفوتوغرافي، يحبوا يقتنوا هذه الأعمال. أعمالي والله متواجدة في بعض عند بعض الشخصيات، خليني أذكر، وفي متواجدة في بيت الزبير، متحف بيت الزبير، يسعدني وجودها بصراحة هناك لأنه هو صرح آخر من صروح المهتمة بالفنون البصرية. عندنا لايك على الوسم اللي لولو مرجان
إذاعة شباب. شكرا لعدنان عمل لنا اليوم. الدكتور عبد المنعم الحسني شكرا لك وعلى المتابعة أيضا. احنا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم، يعني نورتونا واللقاء جميل جدا. أنا سعيد جدا أني تعرفت على جوانب أخرى من شخصيتكم، يمكن دالي احنا نتلاقى كذا بالسلام ويعني أشياء سريعة، لكن اليوم تعرفت عن عمق بشخصيتك، شخصية حبابة جدا مريحة ومبتسمة دائما ما شاء الله. أستاذ خميس طبعا احنا أصدقاء أقرب قريبين جدا من بعض، ف بالنسبة لي أنت ما تشكل أي غموض، لكن الغموض فقط هو في أسلوبك في الالتقاط، هذا هو الإبداع أنا أشوفه بحد ذاته. وبالنسبة للمتلقي العادي يعني اللي يشوف مثل هذه الصور يعني بالفعل هو أيضا ينبهر. سعيد الماسي شكرا جزيلا، ما شاء الله حلقة مميزة، يعطيكم العافية وضيوفك رائعين. شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا لك العزيزة ندى، أنا جدا سعدت، كنت محتارة من المسمى طبعا لولو مرجان، لكن أنت كنت مرجانة الحلقة ولؤلؤة الحلقة بصراحة، استمتعت كثير باللقاء وشكرا جزيلا لك على هالاستضافة الجميلة. تسلمي حبيبتي. أستاذ خميس شكرا جزيلا. شكرا لك كثير يا أستاذ ندى بصراحة، وأنا شكرا لك جدا شي هذا الكتاب الشيء الجميل لك، أنت كل مرة تبدعينا يعني تفاجئنا بأفكار جديدة في برامج مميزة يعني. شكرا جزيلا. وأنا حقا من المتابعين قيل لي إذاعة الشباب، ويسرني أكون ضيف المرة الثالثة معكم. أنت البيت بيتك مثل ما نقول، ودالية أيضا. شكرا للشركات والمؤسسات اللي قدمت هدايا لنجوم سهرتنا، مؤسسة الشعلة للعطور ومستحضرات التجميل، مجوهرات عاطفة، بيت الدنيا عالمي أحلى، هندام الشيوخ، الليلك لمستحضرات التجميل، الجود للعود باتشي، وسلة الورود الحمراء. شكرا جزيلا لكم مستمعينا على المتابعة وأيضا على التواصل الرائع سواء عبر التغريدات أو عبر رسالة نصية القصيرة. شكرا سيف الهلالي في المتابعة والتنسيق، الإشراف العام أستاذة عفرة اليحيائية، خدكم ندى البلوشية في الإعداد والتقديم، شكرا المايسترو أسعد الرئيسي اللي أتمنى لكم متابعة ممتعة مع أثير إذاعة الشباب. بكرة ألقاكم إن شاء الله في الحلقة الخاصة والمميزة ليوم الخميس من برنامج توا النهار، فمان الله. والغنى الغالي وساكن في فؤادي، ربي عن غيري فعلي مستواي، والقلب ما صار يوم انقيادي، والله قدر لك تجيني في سماي، تكسب غرور مع الوقت وعنادي، ربي عن غيري فعلي مستواي، والقلب ما صار بهواي، خليني
حق من يعشقك مثلي سواي، والحرام إنا يحبك شخص عادي، ومن خلق من يعشقك مثلي سواي، والحرام إنا يحبك شخص عادي. في سما عيني أنا شفتك ضياي، والغلا الغالي وساكن في فؤادي، ربي عن غيري